مشاهدينا وأهلا بكم إلى صباح جديد نمضيه على مدى ساعتين مباشرة على الهواء من استوديوهات التلفزيون العربي في بيروت. صباح النور هبة. صباح النور لك راوية. الحمد لله لونج تايم أنا وأنت صلنا زمان ما كنا سوا. صباح النور لكم مشاهدينا. بداية مشوارنا لليوم من فلسطين وتحديدا من مهرجان الفقوس في قرية دير بلوط. الفقوس راوية أو المئتة في بلاد الشام. نعم. يليه تقرير عن المؤتمر العاشر لعرب نت والذي يقام في العاصمة اللبنانية بيروت. نعم. وإنارة الشوارع بالطرق غير التقليدية موضوعنا البيئي لليوم في أرضنا. وإلى رام الله وإضاءة على اكتشاف طبي جديد لمرض ألزهايمر مع الدكتورة الفلسطينية ثبات الخطيب. وما هي أغرب عادات حفل الزفاف نتابعها في فقرة حول العالم. وبالطبع مطبخ صباح النور ومطبخ ولا أشهى اليوم مع الشيف فؤاد. صباح النور شاف. صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله. ماذا لدينا اليوم؟ راح نحضر سلطة المكدوس مع جبنة الفتة. هيدي السلطة جدا مميزة، سهلة ولكن فيها تكنيك بسيط خاصة بتحضير حبات المكدوس مع جبنة الفتة، ولكن انتظرونا خلال الحلقة لحتى نشوف كيف حنحضرها. بالتأكيد رح ننتظرك شيف، وسنكمل أنا وأنت العناوين بفضل إنستغرام. مرحاض ب 278 ألف دولار، كيف الإجابة مع راوية خلال الحلقة. وإلى العراق وتقرير خاص مشاهدينا عن رسامي الكاريكاتير والخطوط الحمراء التي تقيد إبداعهم. نعم. أم وستة أطفال رضع يموتون كل ساعتين في اليمن، مأساة كبيرة ستكون موضوع فقرة قضايا لليوم. وإلى تونس وإضاءة على المهرجان الدولي للمونودراما في مدينة قرطاج. وإلى فقرة لايف ستايل وكيفية تنسيق الملابس، يليها تقرير عن مصدر قماشة الجينز. والختام سيكون مع فقرة السوشيال ميديا والفرق بين الصفحات الشخصية وصفحات المعجبين على الفيسبوك، كيف يجب أن نديرها ونتعامل معها. بعتقد هالموضوع حيكون مهم جدا لي ولك أيضا ولكل طبعا ولكل المشاهدين. صحيح. نعم. البداية كما ذكرنا مشاهدينا من فلسطين، فبحضور رسمي وشعبي افتتحت بلدة دير بلوط مساء الخميس مهرجان الفقوس السنوي السابع. التفاصيل في هذا التقرير من فلسطين. احنا موجودين في بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت. هاي الفعالية هي عبارة عن اللي هو مهرجان الفقوس 2019، هاي النسخة السابعة من هذا المهرجان. أصبح تقليد سنوي في هذه البلدة، يضم العديد من الفعاليات. الفعالية الأهم والخاصة اللي هي بتتعلق في تسويق اللي هو منتج الفقوس اللي بتم زرعه من خلال اللي هي نساء البلدة اللي احنا بنسميهم طبعا ملكات السهل الأخضر. أهمية هذا المهرجان إنه بيعرف الناس على أهمية الاهتمام بالأرض وبدعم المزارعين الفلسطينيين والمزارعات، وبيمكننا إنه إحنا كمواطنين كمستهلكين إن نيجي مباشرة نشتري من الفلاحين والفلاحات اللي بيشتروا في الأرض، بالتالي كل المصاري اللي بيدفعها والأرباح اللي بيدفعها بتروح للمزارعين والمزارعات، ما بتروح لطرف ثالث أو حدا تاجر أو غيره، بالتالي هذا بيعزز انتمائنا للأرض وبيعزز اهتمامنا بإنه ندعم منتجنا الوطني. صدفي مرة جدي كمل يفدي حبات الكمح تهدي والتبيدي ويالي حلاب اشتدي وشيك الجنسي واعطيني غلة أرضي بدل ما من مزرعتي ومن دل العاصر العام بحكي بيدر للغل ومن موال. والله هذا دعم، يعني دعم، هذا دعم إنا يعني ودعم لنساء السهل الأخضر كل سنة بيعملوها والحمد لله رب العالمين. يعني كان قبل ما فيش، كان رطل الفقوس يروح ثلاثة شاكل، بس يعني من يوم ما صار مهرجان وصارت الكرة وهالنت انتشر والكل صار يعرف فيه، انشهرت البلد والكل صار يجي من الخليل، صاروا يجوا على دير بلوط انهم ياكلوا فقوس دير بلوط. يعني راوية
حنين بعيون هبة. صحيح صحيح. وهذه المنطقة بالذات هي فيها الكثير من النساء الفاعلات، يعني 450 امرأة مزارعة في تلك المنطقة ومنتجة. صحيح صحيح، حتى أنه هذا القطاع وهذه الزراعة مهمة جدا للمنطقة، وكما أشرتي النساء يلعبن دورا كبيرا وهن إلى جانب الرجل في الزراعة وفي صحيح. مقاومة الاحتلال جنبا إلى جنب. صحيح بالطبع. الآن سننتقل إلى لنطرح سؤال على مشاهدينا. نعم. هل يؤثر مظهر الشخص عليكم وعلى انطباعكم الأولي، يعني الفيرست امبريشن أو الانطباع الأولي؟ نعم. أدى برأيك هو مهم لنكون فكرة عن شخصية الشخص؟ يعني أعتقد أنه هو ليس مهم بقدر أنه تحكي مع الشخص وتتعرف عليه وطريقة تفكيره، ولكن نحن بالوقت هذا اللي نحن عم نعيشه بنلاقي أنه الكثير خاصة بوقت السوشيال ميديا، يعني وأصبحت تغزو الصورة الكثير من مواقع نعم. التواصل الاجتماعي، صار الشكل له معيار كتير كبير. نعم. إذن نحن بانتظار إجاباتكم مشاهدينا وتعليقاتكم على هذا السؤال واقتراحاتكم بالنسبة لفقرات ومواضيع تحبون أن نناقشها بصباح النور على رقم الواتساب أو على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ما هي آخر الأخبار والمستجدات على الصحتين العربية والعالمية؟ الجواب ليس منكم ولكن من الزميلة ليال بشارة ومع الخبر. صباح النور. مشاهدينا صباح النور، واهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. حمل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ايران مسؤوليه الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان نفط في خليج عمان، داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حاسم. لكنه اضاف خلال مقابله مع صحيفه الشرق الاوسط ان السعوديه لا تريد حربا في المنطقه، وقال بن سلمان ان بلاده لن تتردد في التعامل مع اي تهديد لشعبها ومصالحها الحيويه. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب مؤشرات إيجابية من الأطراف الموقعة الأخرى. وأضاف روحاني في كلمة له أمام مؤتمر في طاجيكستان أن إيران لا يمكنها بطبيعة الحال الالتزام بهذا الاتفاق من جانب واحد. وتأتي تصريحات روحاني بعد تصاعد التوتر مع واشنطن عقب الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين في اليمن إن الجماعة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، مضيفة أن المطارين خرجا من الخدمة. من جهته قال التحالف الذي تقوده السعودية في بيان إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة للحوثيين استهدفت مدينة أبها جنوب غرب السعودية. توصلت لجنة شكلها المجلس العسكري السوداني للتحقيق في الحملة الدامية التي فضت اعتصام المعارضة وسط الخرطوم إلى تورط عدد من الضباط. إلى ذلك قال النائب العام السوداني إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا باتهامات بالفساد، وإن 41 مسؤولا سابقا من حكومته يخضعون للتحقيق في ادعاءات فساد. أدت المحامية السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا السبت اليمين الدستورية كأول امرأة رئيسة للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وفاجأ خطابها المراقبين لخلوه من انتقاد الحكومة وهو ما طبع حملتها الانتخابية. وقالت الناشطة السابقة البالغة من العمر 45 عاما والتي لم تكن معروفة جدا قبل ترشحها لرئاسة الدولة في خطاب أداء اليمين في براتيسلافا: لم أتي إلى هنا لأحكم بل لأخدم المواطنين وسكان سلوفاكيا. مشاهدينا ختام الموجز، ننتقل الآن إلى عناوين الصحف، والبداية مع القدس العربي التي كشفت في عددها الأسبوعي عن رفض تركيا مقترح حضنة روسية في إدلب السورية، مشترطة انسحاب النظام إلى ما قبل خط الثاني من أيار مايو الماضي، حين مهدت روسيا لقصف النظام بغارات في إدلب قائلة إنها لحماية قاعدتها في حميميم. الآن نذهب إلى الكويت. الراي الكويتية مشاهدينا توقفت عند التصعيد الأمريكي الإيراني في مياه الخليج، وأكدت أن الكويت اتخذت كل إجراءاتها الأمنية لحماية ناقلاتها النفطية.
الآن نعود إلى العراق. الصباح الجديد العراقية أخبرت قراءها أن الولايات المتحدة نددت إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران 3 أشهر إضافية. الآن بغير البعيد إلى سلطنة عمان. صحيفة عمان اليوم كتبت عن قرار إيران تقليص التزاماتها بالاتفاق الدولي حول برنامجها النووي بسبب ما قالت إنه عدم التزام الدول الموقعة بهذا الاتفاق. إلى الجزائر. الخبر الجزائرية مشاهدينا قالت إن حملة الاستدعاءات ستستمر في الجزائر لتطال ولاة ومسؤولين تنفيذيين على خلفية شبهات فساد. الآن إلى الجارة تونس. الشروق التونسية وصلت إلى نتيجة بأن تساهل القوانين أدى إلى تفشي آفة المخدرات في البلاد. الختام كالمعتاد مع صحيفة العربي الجديد. الصحيفة كتبت في عنوانها الرئيسي عن أزمة تسلك طريقها بين العسكر والقضاء في البلاد الذي نفى أن يكون أجازة للجيش إطلاق النار في منطقة كولومبيا. إلى صورة الغلاف. هي نتابع فيها اليوم مشاهدينا سرقة قوات الأسد والميليشيات التابعة لها المحاصيل الزراعية في ريف حماة بسوريا. إلى زاوية الحدث وفيها كتبت الصحيفة عن الشارع الذي استدار له الفلسطينيون للعرب عن رفضهم لورشة البحرين بعد مسيرة في رام الله ضد هذا المؤتمر. الختام مع كاريكاتير العربي الجديد. عكس اليوم الأزمة الأمنية التي تعاني منها دول خليجية باتت في مرمى الصواريخ الحوثية والإمضاء لرسام الكاريكاتير فهد البحادي. مشاهدينا مع الكاريكاتير نكون وصلنا إلى نهاية الجولة على ما تضمنته الصحف العربية الصادرة صباح اليوم. اللقاء الثاني يتجدد على رأس الساعة. الآن نعود لمتابعة برنامج صباح النور. شكرا لك ليال. شو الموضوع اللي راح تطرحيه اليوم؟ نتابع التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة. نعم بانتظار. شكرا هذا. شكرا. العنوان وتفاصيله. سنذهب أنا وأنت للحديث عن فعاليات مؤتمر عربنت التي انطلقت في هذه الفعاليات في العاشرة انطلقت في بيروت بحضور رسمي لبناني وبأجواء اختراعات وابتكارات بروح شبابية وبتجدد مستمر في إطار التكنولوجيا الخدماتية والطبية والترفيه. الزميل أحمد الهاشمي كان هناك وعاد بهذا التقرير. نتابع. يا أهلا وسهلا، عرب نت في بيروت. يلا. الشيء اللي جبناه لعرب نت اليوم هو سيميليتر. هيدا اسمه ستار شيب. سو بيجي انت بتقعد فيها بتطلع السبيس. نحن هيدا الشيء اللي بدنا نوفره للعالم هو ذا اكسبيرينس، مش انه بس انت جيت لعبت وخلص. اذا تجربه اللعبه الى حد ما تغيرت عن الفكره السابقه من من الفايبريشن او من الاهتزاز اللي يكون بالجويستيك او فكره الاضاءه او فكره الاهتزاز الى الحركه اللي الله يستر. يعني هنشوف شو حيصير. فأنا نحاول بس نطور فكرة الـ VR أو اللي هي 3D و 4D ما بعد شو، ونخليها قد ما فينا تصير more realistic. إذن الانطلاق قبل صافرة الانطلاق وطلاب الجامعات. يوسف أهلا وسهلا. Thank you. زلنا اليوم على بيروت على إيفنت المنظمة أرب نت وجايين ننافس هون، جايين ننافس عالم عنده خبرة أكثر منا، جايين بكل شغف مثل ما شفت في مستثمرين وفي عالم كتير جايين نقدم البزنس ايديا طبعاً. موفقين. Thank you. عادة بالمستشفيات إذا بدك تعمل هيدا الـ EEG بيسموه EEG إلكتروسيكالوجرام تخطيط الدماغ، فإذا بدك تعمل هيدا التخطيط لازم تقعد بالتخت، لازم حدا يراقبك، لازم يحطوا لك الجيل، يجي مع انتجريتد VR عالم الافتراضي، فهيدا الهيدسيت بتعطيك أكسس على عالم الافتراضي. واضح واضح إن الـ VR السنة بعرب نت منتشر يعني. منتشر بقوة يعني، من هي it's the next revolutions. فهيدا مثلا فينا نجربها كمان. أهلا وسهلا. عرب نت مع الأكل الزبدة عدد. نعم. نعم ليش؟ ماشي فندنج ماشين بس أنه بدل ما تنزل بطاطا وشوكولا نزل شيء منقوشي سخنة. ما في حدا عم يشتغل جوا بالمكنة، فيك تشيك إذا بدك، ما في حدا جوا. إذا شيكت حتلاقي أنه نحن موفرين 30% من الكوست تبعنا من الليبر. شو عم نحطه؟ بالكواليتي. في عندك شوفين جبنة شوفين زعتر، طبنا شوفين الزعتر طبيعي.
أنتم مشاهدينا مثل ما شايفين كان معكم أحمد الهاشمي من عرب نت. يعني عرب نت أصبح منصة ومحطة سنوية ينتظرها العديدين في بيروت، خاصة ما يقدمه من تكنولوجيا وأيضا صحيح. تبادل للمعرفة بين الزائرين وأيضا الشركات التي تقدم جديدها. صحيح راوية، ولذلك سنبقى في مجال التكنولوجيا ولكن من منظار بيئي، وموضوعنا إنارة الشوارع بالطرق غير التقليدية. ما هي هذه الطرق وكيف يتم استخدامها؟ الإجابة مع ضيفنا أستاذ القوى الميكانيكية في جامعة بيروت الدولية الدكتور مصطفى جاد الرب في فقرة أرضنا. صباح النور دكتور. يعني بداية أخبرنا ما هي الطرق غير التقليدية بإنارة الشوارع والطرقات؟ الطرق زي ما أنتوا حضراتكم عارفين في طرق بتبقى داخلية بتبقى داخل المدن اللي هي بتبقى الشوارع الداخلية، وفي طرق اللي هي بتبقى على الطرق السريعة أو ما يعرف بالأوتوستراد أو الهاي ويز. نعم الطريق السريع. الطرق السريعة. الطرق الغير تقليدية المقصود بقى إنارة الشوارع عن طريق اللي احنا ممكن نستخدمه الويند توربين ميلز أو اللي هو طواحين الهواء لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة الرياح، أو عن طريق الخلايا الشمسية أو كلاهما معا، يكون فيه يعني كومباينيشن سيستم ما بين الويند انرجي والسولار انرجي. ده بالنسبة للإنارة اللي بتستخدم على الطرق السريعة. حتى في بعض نوع التوربينات اللي بتستخدم اللي هو التوربينات اللي هو الويند توربين اللي بتستخدم اللي هي على الهواء او الرياح على الرياح على الطرق السريعه، بيبقى النوع بيسموها الفيرتيكال اكسس ويند توربين، اللي هي التوربينات اللي هي بيكون تاثيرها عمودي راسيه. نعم. المحور، ودي بتتميز ان ما بتعتمدش على اتجاه الايه الرياح. طب الرياح ممكن بتنشا يا إما رياح طبيعية موجودة أصلا في المناخ بتاع البلد، أو بتيجي من نتيجة حركة السيارات على الأوتوستراد بسرعة عالية، طبقات الهواء الملامسة للمركبة أو للسيارة بتتحرك مع حركة المركبة بتسبب إن التوربينات دي بتسبب عملية دوران. عملية الدوران دي بنستخدمه نحول الحركة الميكانيكية دي لحركة كهربائية لطاقة كهربائية بتخزن في باتريز، وبعدين بنستخدمها في عملية الإنارة. نعم. طيب دكتور مصطفى، يعني هذه التقنيات التي تتحدث عنها، كيف يمكن أن نستغل هذا الفصل، فصل الصيف، لإنارة طرقاتنا؟ يعني العديد من الدول العربية نعلم بأنها تفتقر للإنارة الجيدة في الوقت الذي مثلا بدولة قطر وتحديدا في الحي الثقافي بقطر عم بيتم تبريد شوارع، تبريد يعني إلى هذا المستوى من التقدم وصلنا. أين نحن كدول من هذا التقدم واستغلال لطاقات طبيعية؟ بالنسبة لفترة فصل الصيف أو حتى في الشتاء الهواء، ما في فصل الصيف الاستخدام بتاع الطاقة الشمسية بيبقى يعني أكبر استفادة بتاخدها فترة الصيف، لأن نسبة سطوع الشمس بتبقى عالية جدا، وبالتالي الطاقة الحرارية اللي انت كل ما بتزيد كل ما بتزيد الطاقه الكهربائيه المولده من الخلايا الشمسيه المستخدمه. نعم. وبالنسبه لفصل الشتاء بيبقى فيه طاقه شمسيه ايضا، بس بتبقى بنسبه اقل، بتعوض مثلا بطاقه الرياح او بسيستم مختلط ما بين الاثنين مع بعض. نعم. بالنسبه للشوارع الداخليه كمان، احنا قلنا في شوارع داخليه وفي طرق سريعه. نعم. الطرق الشوارع المزدحمه جوه المدن بيبقى فيه نظام ترافيك او ازدحام للمركبات، ممكن نستغله، بيبقى فيه بتضطر المدن انها تعمل مطبات صناعيه. المطبات الصناعيه دي ممكن بينعمل سيستم تحت منها اسفل المطب، بحيث سيستم ميكانيكي بحيث يحول لما المركبه بتعدي على المطب الصناعي دي بتتحول الاهتزازه دي او الحركه الميكانيكيه اللي نتيجه ان مرور السياره على المطب، بتحول الحركه الميكانيكيه دي عن طريق سيستم ميكانيزم معين بتتحول لطاقه كهربائيه بتتخزن في باتريز وتستخدم في الاناره في الشوارع. نعم. والسيستم استخدم في عديد من الدول. نعم دكتور. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هذه الطرق التي تتحدث عنها هي
يعني سهلة الجلب ربما أو هي يعني تكاليف يعني مقدورة عليها بالنسبة للدول والحكومات، أو أن هناك طرق مختلفة ربما تكون يعني بتكاليف أقل؟ بالفعل هي أصلا الأنظمة دي سواء اللي هو أنا قلت عليه السيستم بتاع اللي بسموه السبيد بامب أو الباور رامب ده، نعم، اللي بيستخدم المطبات وحوله كده، سيستم بسيط جدا وغير مكلف وبلاد جديد كتير جدا بدأت تستخدمه. وبالنسبه للهاي وايز اللي هو الويند توربان اللي انا بتكلم عليها ديت، احنا قلنا بنستخدمه اللي هو طواحين الهواء اللي هو راسيه المحور ديت، ابسط انواع من الويند توربينز، واللي هي بتبقى سهله في الكونستراكشن بتاعها والديزاين، وحتى الصيانه بتاعتها بتبقى بسيطه جدا بالمقارنه مع الانواع الثانيه اللي بتستخدم في توليد الطاقه الكهربائيه عن طريق الرياح على سكيل كبير. نعم. طب حدثنا عن الطرق الباقية، هل هنالك من طرق غير تقليدية للإنارة ما زالت يمكن استعمالها؟ احنا اتكلمنا في نظام في اللقاء السابق قبل كده، قلنا في طرق تقليدية اللي انت بنستخدمه عمليات حرق الوقود، عمليات حرق الوقود. اتحدث عن الطرق غير التقليدية. الطرق الغير تقليدية ممكن طاقة الشمس او طاقة الرياح او حاجة اسمها البيوغاز انرجي عن طريق اللي احنا نستخدمه الطاقة الناتجة من المخلفات الحيوية. طيب دكتور، انت من خلال انه انت حضرتك دكتور ومطلع على هذه التقنيات، يعني تتابعا مع السؤال الذي ذكرته وسألته هبة، نحن كدول عربية لماذا لا نجلب هذه التقنيات ونستعملها؟ ماذا ينقصنا؟ هل هي غالية الثمن أم أنه لا تتوفر لدينا الخبرات لإدارتها وحسن استعمالها؟ هي في يعني اريد ان يعني نتحدث عمليا بالنسبه للطاقه الجديده المتجدده، زي ما قلنا في اللقاء السابق لها بعض المعوقات في تطبيقاتها، وخصوصا مثلا استخدامات الطاقه الشمسيه بتعوز تقنيه لانها مرتبطه بسيزونز بفترات معينه من السنه، دي فترات. في كمان في بعض المواصفات الفنيه بالنسبه للكفاءه بتاعه الخلايا الشمسيه بتبقى منخفضه الى حد ما، وبعدين كمان المشكله كمان بتاعه الدست او الاتربه في بلادنا العربية دي برضك بتعوز سيستم معين عشان عملية تنظيف الخلايا الشمسية. نعم. هي دي بيسموها مشاكل تقنية. بالإضافة احنا قلنا قبل كده معظم المصادر بتاعت الطاقة الجديدة المتجددة هي في البداية التكلفة الابتدائية بتاعتها أو الكابيتال كوست بتاعتها بتبقى عالية إلى حد ما، بس هي مع انتشار الوعي وعلى اللونج ران بتبقى اقتصادية جدا، لأنها ما بتحتاجش تقريبا يعني صيانة بسيطة. نعم. وما بتاخدش مني فيولز ولا يعني الرانينج كوست او التكاليف التشغيل بتبقى قليله. نعم. بالمقارنه بالانظمه الاخرى. نعم. طيب اذا بدنا نتكلم عن دولنا العربيه ايضا. نعم. هل هي يعني الى اي مدى تستخدم الدول العربيه هذه التقنيات بشكل عام؟ هل لديك احصاءات او ربما ارقام او هل هناك دول عربيه تستخدمها اكثر من اخرى؟ بالنسبه للسولار والويند من اكثر الدول العربيه اللي بدات تنتشر فيها النوعين دول، قلنا قبل كده المغرب، الاردن. نعم. مصر بدا دلوقتي بنعمل في السعوديه وفي الامارات وفي قطر، بنعمل في وعي كتير جدا بالنسبه للنوعين دول، لانهم اكثر انواع بيستخدموا بيطلعوا الكتريكال انرجي بسكيل كبير، يعني دول اكثر انواع. الانواع الثانيه اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتستخدم في الشوارع دي بالسكيل بتاعها صغير، بس هي بتبقى مناسبه لكميه الانرجي المطلوبه للابلكيشن بتاع اناره الشوارع. اناره الشوارع بتاخد يعني جزء بسيط بالنسبه مثلا لاستخدامات الطاقه الكثيفه بالنسبه للصناعه وكلام والتطبيقات الاخرى. نعم. فضل. طيب ما هي التوصيات التي تقدمها للحكومات العربيه وايضا للافراد على المستوى الفردي لاستغلال امثل للطاقه الشمسيه، بما انه نحن الان في فصل صيف ونشهد درجات عاليه؟ السؤال ده ممتاز. يعني بالنسبه انا يعني انا كمتخصص في الدومين ده، انا يعني اوصي كل الحكومات وكل دولنا العربيه ان الاهتمام في المراكز البحثيه. نعم. وزياده الدعم بالنسبه لجميع ابحاث الطاقه عموما، لان هي ديت يعني اكبر يعني توبك بيشغل العالم دلوقتي، استخدامات الطاقه ورفع كفاءه استخدام الطاقه، يعني الاهتمام بابحاث الطاقه ورفع كفاءتها. وبالنسبه للافراد ان يكون الناس يكون عندها وعي بيئي ووعي باستخدامات الطاقه الجديده المتجدده، العالم تحاول تساعد على الانتشار وجلب التكنولوجي بتاعت استخدامات الطاقه الشمسيه في سخانات الميه وتوليد الكهرباء والخلايا الشمسيه وطاقه الرياح،
والانسان يكون عنده وعي كمان ازاي في جوه بيته كمان ازاي يوفر من استخدامات الطاقه دي بطرق مختلفه، ممكن نتكلموا عنها بالتفصيل في لقاء ان شاء الله. اذا الاستاذ المحاضر في كليه الهندسه في جامعه بيروت الدوليه الدكتور مصطفى جدرب، شكرا جزيلا لك، على امل ان تاخذ الحكومات والافراد بهذه التوصيات. شكرا لك. مشاهدينا سنذهب واياكم الى فاصل، نتابع بعده لقاء من رام الله عن اكتشاف جديد لمرض الزهايمر، فتابعونا. أهلا بكم من جديد مشاهدين. حققت الدكتورة ثبات مروان الخطيب البالغة من العمر 27 عاما من مدينة جنين بفلسطين إنجازات نوعية في الطب بعدما راكمت إسهاماتها في مسيرتها البحثية في قسم علوم الأعصاب التطبيقية بكلية الطب في إحدى الجامعات البريطانية. نعم، هبة، وآخر إنجازاتها حصولها على براءتي اختراع في دراسة الأعصاب وخاصة مرض الزهايمر. للإضاءة على هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من رام الله الدكتور ثبات. صباح النور وأهلا بك دكتورة. يعني لا شك إنجازات كثيرة ومهمة حققتيها رغم عمرك الصغير، أخبرينا في البداية عن براءتي الاختراع في إيجاد علاجات للأمراض العصبية. أهلا، يسعد صباحكم. هلا بالنسبة لبراءات الاختراع، أنا والفريق تاعي في بريطانيا قمنا بتسجيل براءتي اختراع لتصميم مركبات دوائية بتأثر على الخلايا العصبية وبتفيدها في حالة الأمراض وبالذات مرض الزهايمر. تم تسجيل براءة الاختراع الأولى عام 2017 وبراءة الاختراع الثانية عام 2019. نعم، ولكن دكتورة من أين نبعت فكرة التركيز على إيجاد حلول لمرض الزهايمر بالذات؟ ركزنا في أبحاثنا أنا والفريق تاعي على مرض الزهايمر بالذات لأنه بإمكاننا نحكي هو يعتبر حاليا مرض العصر، بحيث نسبة الناس اللي عم تنصاب بهذا المرض عم بتزيد سنة ورا سنة، بالإضافة أنه بشكل نسبته حوالي 60-70% من أمراض الخرف حول العالم. وحاليا العلاجات المتوافرة لهذا المرض هي فقط لإبطاء الأعراض وسرعة انتشار المرض وليس للقضاء عليه، فهذا كان أكبر دافع لمجموعتنا البحثية أنه نركز على دراسة هذا المرض وفهمه لإيجاد علاج له. نعم، طيب يمكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي شخص، كم سيستفيد أهل فلسطين وعالمنا العربي من هذا الاختراع؟ يعني نحن نعلم بأن هنالك اختراعات تأخذ وقتا وتكون ذات كلفة عالية على الناس، هل لديك معلومات ربما عن متى سيستفيدون منه أو نحن؟ هلا حاليا بالنسبة للدواء هو مش مصنع بشكل رسمي ولا مطروح في الأسواق لأنه لسه ما أنهينا المراحل التجريبية. بمرحلة صناعة أي دواء نحن عادة بنمر بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي اللي بنسميها in vitro experiments، إنه بنجرب الدواء على خلايا عصبية مزروعة في المختبر وحصلنا على نتائج مبشرة، وبسبب هيك إنه بلشنا بالمرحلة الثانية اللي هي اسمها in vivo experiments اللي بنجرب الدواء على نماذج حيوانات عملنا عندها مرض الزهايمر. وحاليا نحن بهاي المرحلة وعم نحصل على نتائج إيجابية، فدايل علينا نبلش انه قريبا بالمرحله الثالثه وهي الكبرى اللي هي الهيومن كلينيكال ترايلز اللي هي تجارب سريريه على الانسان. نعم. اذا انهينا كل شيء بدون مشاكل وقتها بيتم طرح التركيبه الدوائيه كدواء بشكل رسمي في الاسواق. حاليا ما في مده زمنيه لوين الدواء رح يتوافر، بس بدنا اقل شيء حوالي 5 سنين. بس بصفتي انه احد الاشخاص اللي مالكين براءه الاختراع، فاذا وصلنا لهذه المرحله وطرحنا الدواء بشكل رسمي رح احرص على توافره في الاسواق العربيه بشكل سريع وبسعر مناسب للجميع. نعم، ولكن دكتوره خبريني، هل هذا الدواء رح يساعد بتخفيف نسبه الاصابه بالزهايمر للاشخاص اللي من المرجح اصابتهم بهذا المرض؟ قصدك بشكل وقائي؟ إذا بشكل وقائي، إذا كان أشخاص ممكن أنه ممكن تجيهم بالوراثة أو بأي طرق أخرى. هلأ صعب أجاوب على هذا السؤال لأنه لازم نعمل تجربة ونعطي هذا الدواء لناس أنه عندهم family history بالزهايمر مش مصابين فيه، لأنه التركيب الدوائية أو هي مادة الروتينويك أسد اللي مبني عليها البحث هي عبارة عن سلاح ذو حدين، لأنه هذه المادة كتير مفيدة للدماغ وللوظائف الطبيعية، بس بنفس الوقت أنه إذا انخفضت أو زادت بتعمل مشاكل، فما بدنا نزيد نسبة هذه المادة عندهم، هم حاليا عندهم نسبتها منيحة. وبشكل عام بظن جميع الأمراض في العالم ما في ولا أياتها حدا ببلش ياخذ الدواء قبل ما يتشخص رسميا.
نعم. طيب دكتورة، يعني أنت تم تبني مشروعك وهذا الاختراع من قبل جهات أجنبية، نحن في عالمنا العربي إلى أي مدى بحاجة إلى تبني ودعم للأبحاث الطبية، مع العلم بأنه لدينا كفاءات عالية مثل حضرتك وغيرك أيضا؟ هو مع الأسف الشديد وطننا العربي كتير بيفتقر لثقافة عمل الأبحاث. نعم. معظم، يعني أنا دائما بحكي أنه نحن جامعاتنا تعتبر كتير أنه ممتازة من ناحية أكاديمية والعلم النظري، بس لما نيجي لمرحلة أنه نطبق المعرفة على أرض الواقع ما في عنا أول شيء مختبرات مجهزة، وما في كمان جهات ومصادر بتعمل تمويل لهذه الأبحاث. صحيح. فمع الأسف هذا السبب بدفع كتير عقول عربية تهاجر لبرا علشان تعمل أنه أبحاث. فأنا بعتبر حالي محظوظة أنه صحت لي الفرصة أثناء دراسة الدكتوراه في بريطانيا أنه أتعرف على تيم كتير رائع وعلى جهات خارجية تمول هذا البحث الكبير. نعم دكتورة، أنت خريجة الجامعة الأمريكية بجنين، وأيضا يعني بتروحي وبتزوري ربما جامعات أيضا عريقة بنابلس مثل جامعة النجاح وغيرها، قديم تقدري من هالخبرة تبعتك أنك تفيد الجامعات الفلسطينية وتكوني قادرة أنك تكوني فاعلة على الصعيد الفلسطيني أولا ومن ثم العربي والعالمي؟ لأنه أنا بعرف أنه أنت كمان عندك كتابات بكثير من المجلات العالمية. هلا أنا بعد ما انهيت دراسة الدكتوراه في بريطانيا توظفت كبوست دكتور ريسيرش فيلو في كلية الطب في جامعة أبردين ببريطانيا، اشتغلت هناك سنة كاملة بشكل متواصل. أنا حاليا متواجدة بفلسطين، أخذت إجازة من عملي وتركت الفريق تاعي في بريطانيا. حاليا أنا هون بفلسطين عم بتواصل مع جامعات مختلفة لأنه عندي طموح أنه أفيد بلادي، وأنه أول شيء أطور نظام العمل أبحاث بالذات في المجال العصبي هون، وكمان بنفس الشيء أضلني على تواصل مع الفريق تاعي في بريطانيا لإكمال أبحاثنا هناك. فأنا حاليا هون وإن شاء الله تتوفر فرصة مناسبة بحيث أنه أفيد البلاد. نعم يعني عندما نرى فتاة فلسطينية ناجحة سافرت إلى الخارج وأبدعت وقدمت ربما يعني خدمة للإنسانية في مجال الطب، دائما ما نتحدث عن أو نتساءل عن الدعم العائلي لها. ما هو دور عائلتك بالنجاح الذي حققتيه؟ عائلتي كانت الداعم الأكبر إلي، وبعتبر حالي كمان كتير محظوظة بعائلتي لأنه أكيد الكل بيعرف المرأة بالذات بتواجه كتير صعوبات في المجتمع العربي من ضغوطات، صعوبات بالذات مجتمعية بسبب إنها أنثى، فكتير أشياء بتنحرم منها مثل كتير عائلات مع الأسف بيمنعوا بناتهم يسافروا للخارج لوحدهم سواء للعمل أو لإكمال تعليمهم. فأنا بعتبر حالي كتير محظوظة إنه ما واجهت العائق الأكبر في المجتمع اللي هو العائق المجتمعي، بحيث عائلتي كانت دائما داعمة إلي ولقراراتي. نعم دكتورة، خبريني أنت هلأ عم البحث تبعك قبل ما ينزل الدواء في الأسواق مثل ما تحدثتي قبل قليل، هو الآن للتأكد من موضوع أنه ليس له أثر جانبية، خبريني أكثر عن هالموضوع بتجاربك على الحيوانات المعدلة وراثيا. هلأ نحن بعد ما جربنا الأدوية صممنا مجموعة كبيرة من الأدوية على نفس مبدأ عمل الريتينويك أسيد، وبلشنا مرحلة إنه نعمل سكرينينج عشان نصفيهم ونشوف أني أفضل أدوية. الأفضل الأدوية اللي انتقلت من المرحلة الأولى اللي هي على الخلايا المزروعة في المختبر للمرحلة الحيوانات، عم نجربهم في مجموعة أدوية عملت آثار سلبية مثل إنه كان فيها كانت سامة أو بعدها سببت إنه سمنة، فهذه الأدوية تلقائيا استثنيناها من الدراسة. لسه نحن ما خلصنا هذه التجربة، لما نخلصها إنه أفضل مركبات رح تروح لمرحلة التجارب السريرية على الإنسان. بس كمان في شغلة مهمة كتير إنه لو هذه الأدوية نجحت في مرحلة التجارب على الحيوانات المعدلة جينيا، في احتمال كبير تفشل أو يكون في كمان آثار جانبية مختلفة عند الإنسان لأنه بضل جسم الإنسان مختلف. فعلشان هيك نحن حاليا ما بإمكاننا إنه نحكي مدة زمنية معينة، لأنه كل هذا الشيء بيعتمد على الصعوبات اللي رح نواجهها بالتجارب على الإنسان، لأنه إذا كان في آثار جانبية حنضطر نوقف الدواء ونرجع نعدل على التركيب الدوائية ونجرب مرة تانية. يعني بالتوفيق لك الدكتورة والباحثة بعلوم الأعصاب التطبيقية ثبات مروان الخطيب، وأنت فخر فعلا لكل الدول العربية ولكل العالم، كنت معنا مباشرة من رام الله وكل التوفيق لك. شكرا، يسعد صباحكم. شكرا لك.
هبة سنذهب وإياك إلى بما أنه نحن الآن في فصل الصيف وتنتشر الأفراح وحفلات الزفاف. نعم. لكن سنتعرف مع زميلنا محمد غملوش على أغرب العادات والتقاليد الخاصة بالأعراس والتي تختلف من ثقافة إلى أخرى. إذن زميلنا محمد غملوش ومن حول العالم. بعض التقاليد التي سنمر عليها اليوم وتقليد واحد يذكرني جدا بزميلنا أمين. سنرى سويا وأنا على يقين بأنكم ستعرفان التقليد الذي أتحدث عنه. بعض ما سنراه غريب جدا. بس قبل أن أبدأ سؤال، ما هو أغرب تقليد لفرح أو زفاف رأيتموه في أفراح حضرتموها، ولا ما مر عليكم تقليد غريب؟ بالنسبة لي ربما يعني في تقاليد مش غريبة ولكن أصبحت قديمة نوعا ما، هي وبتحدث بالكثير من الدول العربية، موضوع احنا بنقول بالفلسطيني النقوط للعريس والعروس، هي الهدايا التي تقدم، الهدايا ولكن إذا كانت من المال ويكون هيك وضعها بطريقة سنسال يعني ويلبس بها العريس. فأنا بحس أنه هذه التقليد أصبحت قديمة، وربما لأنه هلأ صار في حسابات بنكية ويستطيع الأشخاص وضع يعني الأموال فيها، ولكن حتى الآن هي موجودة ومتواجدة في القرى يعني بالكثير من الدول العربية. سنمر على شيء مشابه، وعلى ما أعتقد بأننا سنضع سلسلة نتحدث فيها عن التقاليد الموجودة في العالم العربي، يعني توجهنا في هذه الفقرة إلى التقاليد العالمية وسنرى في العالم العربي بعض أغرب التقاليد إن شاء الله في الأسبوع المقبل. لنرى سويا على كل حال. صباح النور مشاهدينا. بين قفص ذهبي وآخر فروقات كثيرة، والمشترك الأكبر هو النقلة الكبيرة في حياة الشريكين. للزواج تقاليد في كافة المجتمعات، واليوم سنستعرض عددا من أغرب تقاليد الزواج من حول العالم. وبدايتنا وبحسب موقع وندرليست الإلكتروني، يشتهر شعب الطاجية في الصين بالبكاء في الأفراح. ليس بكاؤهم عاديا، إذ أنه يستمر إلى 30 يوما قبل يوم الفرح، ساعة بكاء في اليوم الواحد للعروس وأمها وشقيقتها وجدتها وكل نساء العائلة. أما وجهتنا التالية هي إلى كينيا، وتحديدا مع قبيلة المساي، حيث يحلق رأس العروس ويدهن بالزيت ليقدم الأب إليها ويبصق على رأسها. وفيما تعد هذه الفعلة من قلة الأدب في كافة أرجاء العالم، إلا أن قبيلة المساي تؤمن بأنها تجلب الحظ جيدا للعروس. نذهب إلى كوريا الجنوبية، وبحسب المصدر عينه، تجري طقوس ضرب أقدام العريس بعد حفل الزفاف في كوريا الجنوبية. يقوم أصدقاء العريس بإزالة حذائه وربط قدميه بحبل أو وشاح، ثم يرفعون ساقيه عن الأرض ويبدأون بضرب أخمص قدميه بعصا، إيمانا منهم بأن هذه الفعلة تقوي من عزيمة الرجل. التقليد التالي يذهب بنا إلى بولندا في تسعينيات القرن الماضي تحديدا، رقصة المال. ففيما ترقص العروس مع والدها، يعمد أحد أقاربها إلى حمل مريالة صغيرة، يقوم الضيوف الذكور بوضع المال فيها من أجل رقصة قصيرة مع العروس، والأمر عينه ينطبق على العريس، فهو مرغوم على الرقص مع الضيوف النساء ممن قدمنا المال في المريالة المذكورة. أما ختام جولتنا مع كيز ألاكاتشو، والتي تترجم باللغة العربية إلى اختطف الفتاة واهرب، تمارس على مر التاريخ في جميع أنحاء العالم تقريبا. الطقوس المعروفة أيضا باسم اختطاف العروس، الزواج عن طريق الاختطاف أو الزواج عن طريق الأسر، إنها ممارسة يختطف فيها الرجل المرأة التي يرغب في الزواج منها. الطقوس تقام إلى اليوم في رومانيا وقرغيزستان وفي بعض الدول العربية. هذه موجودة عنا، ما أعرف إذا أنت راوية قبلا ذهبت إلى عرس في منطقة بعلبك اللبنانية، لا تزال اليوم موجودة. يقام العرس على مدى 3 أيام، ويقوم العريس باختطاف زوجته في اليوم الثاني من الاحتفال. صحيح، ولكن صحيح. اختطاف مبلغ عنه يعني مبلغ عنه أكيد ولكن حتى في يعني حتى في نفس البلد، يعني كان بلبنان كان بسوريا كان بفلسطين، يعني هنالك عادات تختلف من منطقة إلى أخرى. صحيح. ومن طائفة أو من مذهب إلى آخر، وهذا برأيي هو مصدر غنى. صحيح. للمنطقة العربية. ولكن الطقس الأغرب هو ضرب العريس. يعني هذه الخلقة كما نقول لها بدولنا،
هو عذاب. نعم. إذا تحقيق يعني أنا على كان أصدقائه عم يضحكوا يعني. صح. أنا تعهدت أن لا أقيم عرس زميل لأمين إلا في كوريا الجنوبية وعلى حسابي. فنمر عليه في التلفزيون جميعا. هو تقليد غريب يعني بتعدي. نعم. التقاليد لربما تعطي وتضفي شيئا من الجمالية على العرس. يعني بدي أشكرك محمد على هذه الفقرة الجميلة والغنية فعلا بكل المعلومات الغريبة بالنسبة لنا. شكرا هبة. شكرا ناوية. شكرا لك. والآن سننتقل إلى أولى محطاتنا مع الشيف فؤاد ولا أشهر. صباح النور مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحضر سلطة جدا مميزة ولذيذة وبنفس الوقت طريقة تحضيرها بسيطة. نعم. صباح النور. صباح النور شيف. كيفك؟ كيف الحال؟ الحمد لله ماشي يعني الحال. يعني ما قدرت أكون قاعدة هناك فقلت صحيح. لازم أكون موجودة ومتواجدة معك هون. يا ميت أهلا وسهلا. لحتى يكون إحنا لنا الحق الأكبر بالأكل. صحيح. نعم. اليوم سلطة المكدوس. نعم. مع جبنة الفتة. سبق أنا وحضرت المكدوس مع جبنة الفتة، هي طريقة جدا سهلة. نعم. أنا جبت حبات المكدوس طبعا حطيتهم قبل بليلة بقلب مصفاة لحتى تخلصت من كمية الزيت الموجودة فيها. لأن مثل ما بتعرفوا المكدوس بيبقى معمول بكمية كبيرة من الزيت. صحيح. أوكي. صفيتهم وخليت الحشوة الموجودة بقلبها اللي هي الفليفلة والجوز والمكسرات الموجودة بقلبها. من بعدها ضفت بقلبها للحبات جبنة الفتة. نعم. وسكرت حبة المكدوس مزبوط ولتيتها بالطحين ثم بالبيض ثم بالكعك. نعم. وصار عندي هيدا الشكل مثل ما شايفين. نعم. طيب بس السؤال إنه جبنة الفتة هي جبنة مالحة. صحيح. نعم. صحيح. يعني ومع المكدوس اللي هو اصلا مالح فبتصير يعني كثير. صح. في ملوحة. هلا نحن هون عملنا هيدا المزيج ولحتى ينقلها بعدين رح يتقدم مع صلصه اللي هي اذا بدك سلطه اكثر بس سلطه فاتره مثل مكبلات اذا بدك. نعم. هي قليه من البصل والثوم والبندوره والفليفل فيها كثير مطيبات. والشيء اللي كثير حلو حنضيف عليها كمية من الحبق الجاف وكمية جدا بسيطة من الملح بس لحتى نخلي الطعمات تظهر، ولكن وقت حنقدمها حتندمج مع بعضها حيصفي الملح الموجود عندي بقلب الباذنجان. صحيح. بالمكدوس وبالجبنة حيتوزع على السلطة بشكل مش عام مش حيكون كثير مركز. صحيح. خلينا نبدأ المركز. أول شيء أنا حطيت هون بالطنجرة كمية. نعم. بسيطة من زيت الزيتون. بدي أضيف عليهم بصل الجوانح لحتى خليهم يتقلبوا شوي مع بعضهم ونحصل عليهم بشكل نوعا ما أشقر. نعم. طبعا أنا ذكرت هلا إنه بدي أضيف شوية ملح بالصلصة أنا وحضرها والسبب لحتى خلي البصل يطلع لك هيدا السوائل. نعم. من هيدا السبب نحن ما بنقدر إنه ما نحط ملح ولكن كمية جدا بسيطة. أول شيء رح ناخذ رشة ونضيفها على البصل. هيدي الكمية كافية للطبق كله بشكل عام خاصة مع إضافة باقي المكونات لها. نعم. والشيء الأكثر نحن حيعطينا نكهة ويمتص هيدي الأملاح منها خاصة استعمال الباذنجان المشوي. أنا سبق وشويت باذنجان اللي بيتحضر عادة للمتبل. نعم. شويتهم وحطيتهم بالمصفاية حتى تروح منهم السوائل. ما أضفت عليه شيء لأنه شوي لونه فاتح. أيوة هيدا السؤال اللي أنا بدنا نوصل له. نحن عادة بس بنشوي الباذنجان ومجرد ما ينشوي ينغسل. نعم. إلا يتقشر بتصير أول شيء ببلش يغمق اللون. أنا لحافظ على هيدا اللون إن كان عم بسلق الباذنجان المكدوس أو عم بشوي الباذنجان هيدا يفضل بس تخلص أعصر عصرة صغيرة من الحامض عليها. نعم. ضلني محافظ عليهم بهذا اللون. هذا البياض جاي من عصرة الحامض. جميل. وضح شغلة أبدا ما فينا نستعمل ملح الليمون. ملح الليمون حيعطينا نكهة وحيغير لنا اللون أكثر ما حنحصل على لون أبيض حنحصل على لون غامق. نعم. يفضل استعمال عصير الحامض الطبيعي. نعم. عم بقلبهم مع بعضهم. هلأ رح أرجع أخذ ثوم المهروس كمان الثوم أنا هون فضل أهرسهم بالسكين يطلعوا شوي خشنين كمان بضلهم عم بيعطوني نكهة كثير حلوة. بهيدا الوقت اللي عم نقلب فيه البصلة أنا حطيت طنجرة زيت هون بدي أقلي فيها حبات المكدوس اللي عندي مثل ما شايفي يفضل أنا وقت عملتهم بالطحين والبيض والكعك عملتهم على مرحلتين مع الكعك. نعم. يعني حطينا الباذنجان بالطحين ثم بعدين بالبيض بعدين بالكعك رجعنا على البيض بعدين الكعك. بتصير اخذ طبقتين من الكعك بتحافظ لي على شكله. رح نضيفه بقلب الزيت مثل ما شايفين
وهون نحن كل ما اللي بدنا اياه ناخذ لون للكعك، لان مثل ما بتعرفي الباذنجان مطبوخ مسلوق ومكبوس، والجبنه ما بدها كثير وقت على النار. نعم، لهيدا السبب يعني هي هون فقط للون ربما او لحتى تاخذ سخونه. صحيح، سخونه وتكون شوي كريسبي. نعم، من الخارج. هلا هون بهالمرحله من بعدها رح اخذ الحبق الجاف المطحون ناعم. نعم، اللي هون بيتوزع على الطعمه اكثر، خاصه مع طعمه المكبوس اللي بيعطي نكهه حلوه. رح نضيفهم عليها. للأشخاص اللي ما حابين يستعملوا الحبق الجاف ممكن استبداله بالزعتر. نعم، وممكن استعمل الزعتر الحلبي، ممكن الزعتر الأردني. نعم، في كتير أنواع من الزعتر. طيب اللي بنعرفه أنه عن فتة المكدوس لما بتنعمل بتنعمل مع اللبن أيضا. صحيح، انت ما رح تضيف لبن اليوم؟ لا، اليوم نحن ما رح نضيف لبن، نحن الهدف انه ضايفين بقلب الباذنجان المشوي بقلب الصلصه، رح يعطينا لون فاتح وابيض وحيطيب الطعمه، ولكن هيدي الوصفه كلها ممكن نقدر نضيف على وجه طبقه من اللبن والمكسرات، وبالفعل بنحصل على نكهه جدا رائعه. نعم، خاصه لانه المكدوس عندي كمان اخذين لون مميز. شايف للاشخاص اللي بدهم يبتعدوا عن القليه، يعني عن انه الزيت المقلي. أوكي، والزيت الساخن، ولانه يعني بتعرف انت في اشخاص عندهم كوليسترول. صحيح، ربما او عندهم اي امراض بالدم، فالبديل عن انه البديل عندنا انه نحن نحضر صينيه. نعم، نحضر صينيه ونضيف عليها، نرش عليها شوي كميه بسيطه من الزيت او ندهن الصينيه ومندخلها على الفرن على حراره 180 حوالي 10 12 دقيقه، بتكون اخذت لون ذهبي مثل ما نحن بدنا، وبنفس الوقت الطعمه بتبقى هي ذاتها. الفرق بتخف شوي الدسامه اذا بدك، لانه مش عم تنقلها بقلب زيت غامق. مثل ما انك شايفه كيف صارت الحبات مكروسة عندي جاهزه. ممكن تقديمها بهذا الشكل لحاله بتعطي نكهه كثير حلوه، وممكن مثل ما انا عم بعمل هون. هلا حنخفف بقى القلي، رح نكفي تقلية البصل مع باقي المكونات. نعم، رح ناخذ الحار المقطع ونضيفهم طبعا على حسب الرغبة كمان. صحيح، الحار. صحيح. نعم، على حسب الرغبة، خاصة إذا أشخاص ما حابين يجيبوا الحار ما بحبوا الحار فيهم يستغنوا عنه. صحيح. نعم، رح ناخذ لو سمحتي الفليفة أكيد المقطعة. نعم، مثل ما شايفة. بتعرفي ما حارجع اذكر المشاهدين بنصيحه الباذنجان، خاصه وقت بكونوا عم بحضروا المكدوس. نعم، لانه هلا كمان بلشنا قربنا على موسم تحضير المكدوس. للاشخاص اللي حابين يحضروا المكدوس ويضلوا محافظين على لون حبه الباذنجان الصغيره من جوا ابيض، بمجرد ما نحن ننظفهم بدنا نسلقهم، بنحط بقلب المي طنجره الغلي كمان كميه عصير من الحامض، يعني لكل طنجره المي بدنا نص حامضه معصوره بقلبها ونسلق فيها الباذنجان لحتى يستوي، هيك بنضلنا محافظين على لون البياض الموجود بداخل الحبات. نعم، جميل. شايف كيف بنتاكد انه الباذنجان راح يكون مر او منيح؟ اوكي، هلا عاده الباذنجان اللي بيكون بنواجه فيه مشكله بيكون مر هو الباذنجان الاسود. نعم، الباذنجان الخاص للمكدوس بيجي الموشح. أه، يسمى بالكفرسوسي. هذا الباذنجان عاده ما بيكون مر لانه بيطلع بهذا الموسم. نعم، ما بيكون في شتاء. عاده الاسود اذا بحال بدنا نتاكد اذا كان مر ولا لا، هلا بنقدر نوصل لنتيجه تقريبا 50 ل 60% انه ما انه مر، بس ما بنقدر نوصل اكثر. ما في ضمانات. ما في ضمانات 100%. نعم، عاده بنجرب بحبه بناخذ من القلب تبعها بندوقه هي ونية بتبين معنا اذا فيها مروره ولا لا. نعم، مثل ما شايفين هلا هون عم نقلبهم، رح اخذ البندوره المقطعه مكعبات صغيره. ممكن كمان استبدالها بعصير الطماطم كمان بيعطينا نكهه، ولكن اللي بيختلف فيها بصير عم نكون عم نضيف سوائل اكثر. انا بدي تكون طبيعيه اكثر. صحيح، يعني صحيح، انا هون بفضل اضافه الطماطم الطبيعيه لحتى ضل محافظ على خضار اكثر. نعم، مثل ما شايفه. هلا من بعد ما ضفت الطماطم رح ناخذ الباذنجان المشوي، وهو اللي هون حيخلينا يعطي تماسك. اذا عم تلاحظي قد ايه سماكه الباذنجان بتصير، خاصه من وجود الاسيد اللي هو عصير الحامض. نعم، رح نضيفهم عليها ورح نقلب مع بعضهم. هون الباذنجان رح يعطيني تماسك للصلصه اكثر، للخلطه كلها اذا بدك عم تتقلب. بعدين بدي اضيف هلا معجون الطماطم اللي هو حيركز المكونات كلها مع بعضها. نعم، حيعطي اللون الاحمر. صحيح، اذا عم تلاحظي وقت ضفت الباذنجان المشوي اختلف اللون وصار عندي موزع على لون الابيض. نعم، هلا رح نضيف معجون الطماطم.
دكتور شيف علاء عبد الرحيم، تشكرك كثير على هذه الوصفة المميزة. شكرا من العراق. أكيد أنا دائما منوعدها بنصايح وأفكار جديدة ومميزة، خاصة دائما تابعينا علاء. أكيد مثل ما شايفين هلا انا قلبتهم مع معجون الطماطم. هلا كل ما هون بدي اتركهم حوالي 5 دقائق لاتاكد انه الخضار استوت. بعصر عليهم عصرة الحامض مع ربع كوب من المي، اتركهم يغلوا مع بعض وبتكون جاهزه للتقديم. بسكبها بالصحن وبضيف على وجهها حبات المكدوس. المكدوس المقلي. بدي اشكرك كثير شيف على هذه الوصفه المميزه. شكرا. ودعونا مشاهدينا نذهب الى خبر طريف ومميز ولكن مع راويه. صباح النور مشاهدينا. بفضل إنستغرام مرحاض ب 278,000 دولار. كراولي إيج بوتشيد هو منزل خشبي أزرق ساحر وسط البحر في مدينة بيرث في أستراليا، شيد منذ فترة لكنه لم يكن يلقى أي اهتمام من طرف السكان المحليين هناك، إلا أنه بفضل إنستغرام، تطبيق إنستغرام، أصبح ذات شهرة واسعة ومغريا للكثيرين. فمنذ انتشار صوره الخلابة على هذا التطبيق أصبح المنزل يستقبل آلاف السياح لالتقاط صور تذكارية أمامه. ولاستيعاب الكم الهائل من الزوار، قال موقع CNN أن سلطات المدينة أقدمت على تدشين عدد من المرافق بجانب هذا المنزل، من بينها مرحاض عام على الطاقة الشمسية كلف نحو 400,000 دولار أسترالي أو 278,000 دولار أمريكي. يعني هبة كلفة عالية لهذا المرحاض لأنه مستمد من الطاقة ويعمل من بالطاقة الشمسية. ولكن سؤالي عن هذا الموضوع قبل قليل يعني عن أهمية الطاقة. ولكن برأيك إلى أي مدى أصبح إنستغرام هو طريقة للترويج أو منصة للترويج لأماكن سياحية كانت مدفونة أو غير مسلط الضوء عليها من قبل؟ والأمثلة كثيرة يعني. صحيح. نحن الآن نرى على تطبيق الإنستغرام صور لأماكن سياحية لطبيعة. صحيح. منها تركيا. يعني تركيا. صحيح. قبل الإنستغرام وقبل وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن أحد يعلم هذا البلد. صحيح. والكثير من الدول الأخرى أيضا بخلاف تركيا. حتى مواقع التواصل الاجتماعي وإنستغرام بالتحديد صارت هناك في صفحات قائمة بذاتها تتحدث عن الأماكن السياحية والترويج لها. تعرف الجميل جدا هذا الخبر، والأجمل منه هو تفاعل السلطات المحلية معه. صحيح. ومع هذا الاهتمام الكبير فيه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف أنه امتدت إليه يد التطوير والتحديث وأصبحوا يبحثون عن طرق أخرى لمساعدة السياح للوصول إلى هذه المنطقة التي كانت مهملة ربما، وكان هذا البيت يعني لا أحد أنه يهتم فيه بالشكل اللازم. صحيح. جميل يعني فكرة أنه الاهتمام بهذه المناطق التي تلقى دائما رواجا عند السياح إن كان عن طريق إنستغرام أو مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. بكافة أنواع. صحيح. وكم أن هذا البيت الصغير أصبح مصدر رزق وأعطى. صحيح. المدينة نفسا وربما لترويج السياحة فيها. صحيح. على كل الأحوال مشاهدينا نحن بانتظار تفاعلكم معنا عن هذا الخبر وغيره من الأخبار والفقرات بصباح النور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وأيضا على رقم الواتساب الذي سيظهر أمامكم الآن أسفل الشاشة. فاصل نعود بعده لمتابعة الفقرة السياسية وفقرة قضايا والعديد من الفقرات في صباح النور، فتابعوا. عدنا معكم مشاهدينا إلى آخر أحداث الساعة وضيف الفقرة السياسية مع الزميلة ليال بشارة ومع الخبر. إليك ليال. شكرا هبة. مشاهدين أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحمل إيران مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان، ويقول إن السعودية لا تريد حربا في المنطقة. الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب مؤشرات إيجابية من الأطراف الموقعة الأخرى. قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين في اليمن تقول إن الجماعة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، مضيفة أن المطارين خرجا من الخدمة. النائب العام السوداني يقول إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا باتهامات بالفساد.
المحامية السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا تؤدي اليمين الدستورية كأول امرأة رئيسة للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا، ختام الموجز مما لا شك فيه أن لا أحد في الولايات المتحدة أو إيران طواق لإشعال حرب بالمنطقة، ولكن تصاعد التوتر يمكن أن يقود المنطقة إلى حرب باتت تنتظر الساعة الصفر لتشتعل بعد اتهامات أمريكية وبريطانية لإيران بالوقوف وراء استهداف قافلات نفط في بحر عمان وقبلها قبالة إمارة الفجيرة بالإمارات. إلى أين سيقود التوتر المنطقة ومن المستفيد؟ مواضيع نبحثها مع الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور سامي نادر. دكتور سامي، صباح الخير، أهلا بكم في تلفزيون العربي. أهلا وسهلا. نبدأ من ما هو جديد بهذا الملف. تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد فيها أن السعودية لا تريد حربا بالمنطقة، لكن حمل إيران المسؤولية وقال أن بلاده لن تتهاون بأمنها الداخلي وسيادة السعودية على أراضيها. يعني هنا من هنا يطرح تساؤل، ما الذي تسعى إليه السعودية اليوم بخضم هذا التصعيد الأمريكي الإيراني؟ أعتقد أولا السعودية تسعى إلى حماية نفسها، لأنها تعرضت بشكل مباشر لاختراق لمجالها السيادي، أكان عبر القصف الذي جرى لمطار أبها، أكان عبر استهداف الشبكة البنى التحتية النفطية، أكان عبر استهداف سفينة تحمل العلم السعودي في مقابل الفجيرة. كل هذا يعني يشكل تعدي مباشر على المصالح السعودية، وكان لابد من رد الجديد في تصريح ولي العهد البارحة أنه اتهم مباشرة إيران، وجاء هذا بعد اتهام الولايات المتحدة الأمريكية، علما أن لم يصار بعد إلى موقف مماثل من قبل الأمم المتحدة. وربما هذا ما هو المطلوب. صحيح أن أمين عام الأمم المتحدة طالب بتحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة، ولكن اليوم لابد من حسم هذه الأمور تحت مظلة القانون الدولي، لأن ما يجري قد يقود إلى حرب، علما أن أنا لا أعتقد أن هذا في القريب العاجل سوف يقود إلى حرب، لأن لا أحد من الأطراف المشتبكة يريد حربا أو يتجرع على إطلاق صفقة. صحيح، ولكن الأمور يمكن أن تنحرف بشكل خطير. هنا يخشى من صراع الأجنحة في الداخل الإيراني، أو حتى يعني هنالك ممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تلحق بدينامية ما تجرفها الانتخابات أو السباق الانتخابي، وتؤدي الأمور إلى تصادم. هذا التصادم قد يعني يكون مدخلا يعني حرب، ولكن اليوم استنادا إلى القوى العسكرية الموجودة على الأرض وبشكل موضوعي، لسنا أمام اليوم معطيات تدل أننا ذاهبون إلى حرب طويلة الأمد، أدنى قاب قوسين أو أدنى من الحرب التي يهدد بها الجميع. دكتور سامي نادر، ذكرتم الغارات على نجران ومطار أبها السعودي، قام بهم الحوثيون المدعومون أصلا من قبل إيران، ولكن نعود إلى ما تعرضت له قافلتي نفط في بحر عمان وقبلها بقبالة إمارة الفجيرة. الاتهامات كانت اتهامات أمريكية وبريطانية لإيران بالوقوف وراء ما تعرضت له قافلتي نفط في بحر عمان. الاتهام هل كان سياسي أم الأدلة التي قدمها الرئيس الأمريكي كانت موضوعية إلى حد كانت تستند إلى معطيات موضوعية، ولكن يعني اليوم لا يمكن فصل هذه الحوادث عن مسار الأمور في المنطقة. واليوم العنوان الطاغي في المنطقة، العنوان لهذا المسار، هو الصراع القائم مع إيران. وإذا ما أخذنا، وهذه من وجهة نظر تحليلية، إذا ما أخذنا في عين الاعتبار مجمل ما حدث من الفجيرة إلى حادثة منذ يومين في خليج عمان، كلها هدفها واحد، الهدف هو إظهار القدرة على التأثير على الأسعار النفطية.
وإظهار القدرة على التأثير على الأسواق، ومن هنا إظهار القدرة على التأثير على مسار الانتخابات الأمريكية. يعني هو بالفعل ما تفضلتم به. المرسل إليه واحد، هو الرئيس الأمريكي الذي دخل السباق الانتخابي، ومضمون الرسالة واحدة، نحن بالإمكان أن نكون عاملا فاعلا سلبيا أو إيجابيا في المعركة الانتخابية المقبلة. إذن كل الأطراف اليوم تجمع الأوراق استعدادا للتفاوض. الكل يعلم أنه ذاهب إلى التفاوض، ولكن الطرف الإيراني من وجهة نظري يريد التفاوض ما بعد نوفمبر 2020، لكي ويفضل أن يفاوض رئيسا آخر عن الرئيس دونالد ترامب. ولكن اليوم هو غير مستعجل لهذه المفاوضة، وفي هذا الوقت يحاول جمع الأوراق. ورقته الأساسية هي قدرته على التأثير على أسعار النفط، لأن كل الحوادث التي رأيناها تستهدف مسألة واحدة، وهي التأثير على سعر النفط. مما لا شك فيه بعض التحليلات ذهبت بهذا الاتجاه، أنه اليوم إيران تسعى إلى رفع أسعار النفط لكي ينتعش الاقتصاد الإيراني المثقل بعقوباته الأقصى، ولكي تقاضي الاقتصاد الأمريكي، لأن الإنجاز الأساسي للرئيس ترامب والذي سوف يكون عنوان حملته الانتخابية هو ما حققه على المستوى الاقتصادي. انظروا ما قاله اليوم أو البارحة مساء، قال إذا لم يصار إلى انتخابي سوف تهبط الأسواق المالية الأمريكية، انتبهوا أيها الأمريكيون. ومن هنا هو عنوان حملته الانتخابية الأساسي هو ما أنجزه على المستوى الاقتصادي، وهذا يعني حقيقي، لأنه أنجز نمو مطرد، أن شهد البطالة انحسرت إلى أدنى مستوياتها، وانتعشت الأسواق المالية وعلى رأسها داو جونز. ولكن بأي فاتورة اليوم بالنفط الصخري الذي يعتبر من أكثر الملوث للبيئة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، دكتور سامي نادر، انطلاقا مما قلتموه، إيران اليوم تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الرئيس الأمريكي هو أيضا سيكون مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى أين تريد أن تقوده بهذه الاستراتيجية؟ هذه الفرضية الأساسية لديها، ولأنها تعرف أنه تقليديا الرئيس الأمريكي في آخر ولايته الأولى هو ما يسمى، وعندما يدخل السباق الرئاسي، هو ما يسمى بالبطة العرجاء، لا يقوم بأي عمل يشكل خطرا على حملته الانتخابية. ولكن هنا قد تخطئ إيران بالمغالاة على هذه الفرضية، لأن الرئيس الأمريكي أثبت أنه لا يمكن توقع ما يقوم به، ويمكن أن يفاجئ الكل في أي لحظة. قد يقوم بضربة لا تهدد حملته الانتخابية إنما تعززها. هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار قوى أطراف إقليمية أساسية لديها لوبيات في داخل واشنطن، ومن هنا المراهنة أن الرئيس الأمريكي لن يقوم بأي عمل، وبالإمكان الضغط عليه من خلال هذا الملف تحديدا. أعتقد الأمر قد يفاجئ الإيرانيين. نعم. دكتور سامي نادر، ولكن بهذا الأثناء اليوم أحد حلفاء الإدارة الأمريكية اليوم هو بمرمى هذا التصعيد الأمريكي الإيراني، نقصد بالذات السعودية، الصواريخ الحوثية، وإن سلمنا بطبيعة الحال الحوثيين المدعومين من إيران. صحيح، ولكن هنا لابد من أيضا من الانتباه إلى أن إيران ترسل إشارات متناقضة، يعني تقول الشيء وعكسه، يعني على المستوى الرمزي هي تريد تقول أننا على استعداد أن نوقع اتفاق عدم اعتداء، وبنفس الوقت نرى صواريخ تستهدف مطارات سعودية، في نفس الوقت نرى سفن سعودية تستهدف، وفي الوقت عينه نرى تصريحات تقول أنهم لا يريدون بناء، حتى مرشد الثورة يعني قال أنه لا يريد بناء قنبلات نووية، هي في الوقت نفسه تطلق سراح معتقل لبناني أمريكي من سجونها. إنسان هي ترسل إشارات متناقضة. مفاد هذه الرسائل أننا على استعداد للتفاوض، ولكن لدينا شروطنا، لا نريد الانصياع للمطالب
كما حددها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو النقاط الاثني عشر، ولكن هذا ما زال في مسار التصعيد ما قبل التفاوض، لأن التفاوض بدأ فعلا مع زيارة رئيس الوزراء اليابان. ولكنها أجهضت هذه الزيارة دكتور سامي نادر بفعل ولكنها استقبلته تعرض القافلتي النفط، إحداها كانت يابانية في صحيح ولكنها استقبلته، ولكن هذه هي بداية الطريق التفاوض الشاق. هي استقبلته، استقبلت الموفد الألماني، استقبلت البارحة مساعدة موغريني، إنها تستقبل الأطراف الأوروبية والدولية، علما أن اليوم حتى الموقف الأوروبي تغير بالنسبة لإيران. كانت أوروبا تميز بين وتفصل نهائيا بين الملف النووي من جهة والملف استراتيجي مسألة الصواريخ بشكل محدد، أما اليوم أصبح هذين الملفين مرتبطين وهما مادتان للمحادثات الجارية بين إيران والمجتمع الدولي. انطلاقا مما قلتموه، هل تعتقدون أو تعتبرون سيناريو على غرار السيناريو الكوري الشمالي تسير باتجاهه الإدارة الأمريكية؟ أنا لن يفاجئني اليوم قمة أو لقاء بين مسؤولين إيرانيين ومسؤولين أمريكيين، علما أن اليوم لإيران تاريخ مختلف عن كوريا الشمالية. ربما لن نرى قمة بين الرئيس والمرشد الأمريكي، ولكني لن أفاجأ بأن يكون هنالك محادثات سرية سوف كما شاهدنا عام 2015 بسلطنة طالبان، كما شاهدنا مع طالبان، كما شاهدنا خلال فترة أوباما، لأنه في المحصلة لا مصلحة لأي من الطرفين باندلاع حرب على مستوى المنطقة. وانطلاقا من ذلك دكتور سامي نادر، بعض الصحف العربية تحدثت عن إمكانية السير باتجاه سيناريو على غرار ما شاهدناه بالحرب الإيرانية العراقية عام 80، وناقلات النفط التي كانت تتعرض يومها للتهديد الأمني في المناطق التي تمر إليها باتجاه التجارة العالمية. هل نسير باتجاه هكذا السيناريو؟ نحن نسير بهذا الاتجاه، نحن يعني دخلنا مسار حرب، ولكن حرب باردة إنجاز التعبير. هنالك عقوبات اقتصادية يعني كبيرة تفرضها الأمريكا. يعني بطبيعة الحال هل يصلح الآن سيناريو عام 80؟ ربما ليس بتفاصيله، ولكننا في نطاق مماثل. نعم هنالك استهداف لمصالح أمريكية، رأينا أن هنالك صاروخ كاتيوشا وقع على محيط السفارة الأمريكية في بغداد، هنالك كلام البارحة أيضا عن خلايا نائمة لحزب الله في أمريكا اللاتينية، هنالك تدابير اتخذتها القوات الأمريكية الموجودة في العراق. نعم هنالك خشية أن يصار إلى استهداف القوات الأمريكية كما حصل بين عامين 2005 و2007. الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور سامي نادر، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية، ضيف المقابلة السياسية. لن ننتقل إلى فقرة الأسبوع في دقيقتين. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. نبقى الآن مع عرض مصور سريع لأبرز الأحداث الأسبوع بهذا التقرير. It is the assessment of the United States government that the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. Thank you.
چارچوب گفتگو با نخست وزیر ژاپن است، زیرا ما ژاپن را کشوری دوست، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد از آمریکا برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به مار با کشوری که زیر Let me clear that I am not aiming for a no deal outcome. I don't think that we will end up with any such thing. But it is only responsible to prepare vigorously and seriously. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم. اللقاء يتجدد يوم الغد. الآن نعود لمتابعة باقي فقرات برنامج صباح النور. شكرا لك ليال. شكرا ليال وهبة. سنذهب وإياكم إلى العراق، فلدى رسامي الكاريكاتير في العراق تخطيطات لشخصيات عامة بعضها غير منشور أو محدود التداول بحسب تعبيرهم. لماذا؟ بالطبع بسبب الخطوط الحمراء الموضوعة في طريقهم. التفاصيل في هذا التقرير. بصراحة للأسف الشديد أصبح الفنان حافي نتيجة الفهم الخاطئ لدى المعنيين بالثقافة. الفن بالعراق والثقافة بالعراق بدأت تقتل، ورسام الكاريكاتير ما بدأ يتناول بعض الرسوم السياسية اللي هي تهم البلد، يعتبروا أنه مشاكس، يعتبروا أنه طالع عن القانون وإلى آخره. أكيد الحرية في التعبير في العراق وغير العراق لها حدود، لكن في أماكن أخرى ممكن أنه اللي ينظم هذه الحدود هي القوانين. إحنا هنا يعني القانون في حالة ضعف، وبالتالي فإن الحريات ممكن أنه تحكم بمزاج شخصي، فهذا خطر جدا على الشخص اللي يعبر عن رأيه باسلوب يعني مثلا اساليبنا الادبيه كرسم الكاريكاتير والمقاله وغيرها. اكثر الصحف هي حزبيه، هي حزبيه، فرسام الكاريكاتير من يرسم فد حاله معينه عن العراق وهو هذا الحزب مشمول من ضمن الحالة السياسية بالعراق بالتأكيد ما راح يسمح له، فلذلك هم مش هذا الرسام الكاريكاتير. الآن أيضا خطوط حمر ولا خط أحمر، مو بس السياسي فقط ولا رجل الدين، لا يعني أصبح الكاريكاتير بالنسبة لهؤلاء بعبع مخيف، لأنه الكاريكاتير فن ممكن أن يكشف أخطائهم، ممكن يكشف سرقاتهم. كانت مسيرة الكاريكاتير حافلة بالعراق، لكن الآن في شبه توقف، أهمل الكاريكاتير في هذه المرحلة بشكل كبير، ولولا وسائل التواصل الاجتماعي لكان الكثير منا قد توقف عن الرسم. يعني هبة، لا شك بأنه الفن الكاريكاتير فعليا هو أداة وطريقة إضاءة على الكثير من المشاكل في أي مجتمع، وكبت هذا الصوت خاصة في دولة مثل العراق فيها الكثير من الفساد. نعم. فيها الكثير من التعديات على الحقوق وأيضا الإرهاب. نعم. فيجب أن يكون هنالك دائما صوت للمواطن العراقي. صحيح صحيح. وأيضا بالنسبة لفن الكاريكاتير يعني المشكلة ليست فقط في دولة العراق وإنما في الكثير من الدول العربية أيضا، يعني فنانو الكاريكاتير يتعرضون لاضطهاد ويتعرضون أيضا للكثير من الضغوطات وعدم يعني جعلهم يعبرون عن آرائهم بالطرق الصحيحة واللازمة. صحيح. على صحيح. كل حال دعينا ننتقل إلى موضوع آخر ومعاناة أخرى. صحيح. فإلى معاناة أكبر بكثير من معاناة رسامي الكاريكاتير في العراق مشاهدينا، فتحت عنوان الأمومة والأبوة في ظل الصراع أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تقريرا أعلنت فيه أن أما واحدة وستة أطفال رضع يموتون كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة في اليمن. نعم راوية، حول هذا الموضوع نستضيف معنا الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية غيداء الرشيدي في فقرة قضايا.
صباح النور. صباح النور غيداء. يعني غيداء، أم وستة أطفال رضع يموتون كل ساعتين، ثلاث ولادات فقط من بين كل 10 ولادات تتم في المرافق الصحية، أرقام مخيفة جدا، اشرحي لنا أكثر. بالطبع الوضع في اليمن أو الوضع الإنساني هو سيء جدا بسبب الحرب، سواء كانت أسباب مباشرة مثل الاشتباكات والاقتتال أو بسبب الأسباب الغير مباشرة المرتبطة بالوضع الاقتصادي وتدمير البنية التحتية وسوء الخدمات بشكل عام. أكثر من يعاني من هذا من هذه الإشكاليات أو من الحرب بشكل عام هم الأطفال والنساء. نحن اليمن مجتمع تقريبا 70% هو مجتمع ريفي، بالتالي فكرة الولادة في المرفق الصحي هي مش دائما متاحة. وبنفس الوقت زادت الحرب من إشكالية إنه أغلب المناطق هي المناطق الريفية هي تحت تأثير الصراع، صار في نسبة عالية من النزوح، صار الناس ما عندهمش قدرة إنهم يوصلوا لهذه المرافق الصحية، بالتالي ارتفعت معدل الوفيات عند النساء. على سبيل المثال في 2013 كان نسبة الوفيات من النساء في أثناء الحمل أو وقت الولادة هي 5 حالات، في 2018 وصلت 12 حالة. نعم. ونفس الشيء بالنسبة للأطفال، هلأ إجمالي نسبة الأطفال اللي راحوا ضحايا هذه الحرب هي 60%، أغلبهم دون سن 5، ولكن حديثي الولادة هم أكثر عرضة بسبب سوء الوضع الصحي والوضع الغذائي اللي أدى إلى أنه ما يقدرش يعيشوا. نعم. وبطبيعة الحال يعني منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والأدوية من قبل الأطراف المتنازعة أدت إلى زيادة هذه الكارثة الإنسانية. أخبرينا أكثر عن يعني نظرتك لهذه الأمور، وهذا التقرير هل برأيك غطى كل المناطق الريفية أو المناطق اليمن جميعها، وهل هو يعني يلخص ما يحصل على الأرض فعلياً؟ التقرير تقريبا غطى كل المناطق، لانه الفكره في هذا الخصوص او في الحاله الصحيه غالبا ما تكون التقارير مرتبطه بانها تشمل مناطق الصراع والمناطق اللي المفترض انها تحت سيطره الحكومه. اغلب التقارير عم تركز على الوضع الانساني بشكل مباشر خصوصا في مناطق النزاع، لكن الفكره هي مرتبطه بانه الوضع الاقتصادي واليمن ككل حتى المناطق المفترض انها هي تكون مستقره يعني تحولت الى مناطق او يعني الناس عم تعاني في هذه المناطق بسبب على سبيل المثال انه نسبه الفقر المدقع لليمنيين ارتفعت 3 أضعاف بسبب انه 50% من المرافق الصحيه على مستوى اليمن هي مغلقه اما بسبب الاشتباكات او بسبب صعوبه مدمره بالضبط اما مدمره او بسبب انه هي مناطق نزاع ويصعب الوصول اليها، وال 50% الثانيه من المناطق تعاني من عدم وجود كادر طبي او عدم وجود امدادات وادويه. إضافة إلى أنه الوضع الاقتصادي وعدم حصول الموظفين على رواتبهم بيؤدي إلى أنه حتى المرافق اللي هي عم تشتغل الناس العاملين بيفضلوا أنهم يروحوا على القطاع الخاص تيقدروا يعيشوا ويصرفوا على أسرهم. نعم. بالمقابل بقية الأسر ما تقدرش تروح للمستشفيات الخاصة فتضطر أنه تستخدم أو تستعين بالقابلات على سبيل المثال أو المتطوعين المجتمعيين في. نعم. المناطق اليمنية. نعم. طيب يعني في ظل هذه الأزمة والمعاناة الكبيرة في اليمن، يعني نسمع دائما عن مساعدات هنا وهناك إن كانت على الصعيد الدولي الرسمي أو على صعيد المؤسسات غير الحكومية، أخبرينا أكثر عن هذه المساعدات. طبعا في استجابة وفي مساعدات دولية تشمل اليمن أو تغطي جزء كبير من مناطق اليمن، ولكن مثل ما ذكرت سابقا اليمن قبل الحرب هو بلد فقير وأغلب الناس تعاني من وضع اقتصادي سيء، تعاني من الفقر، تعاني من سوء الخدمات. أضافت هذه الحرب عبء أكبر بحسب تقرير اليو ان دي بي أنه الحرب هذه أعادت اليمن 20 سنة لورا في مجال التنمية، بالتالي كل الجهود اللي عم تحصل هي غير كافية
بالمجمل نحن عارفين انه المجتمع الدولي ما عنده اهتمام كبير على بالنسبه لليمن مثل باقي الدول، بالتالي المساعدات الانسانيه او التدخل المنظمات الدوليه هو محدود نوعا ما، خلافا على انه كمان مثل ما قلت سابقا انه مناطق المتصارعين عم يعيقوا هذه المساعدات الانسانيه. على سبيل المثال الشهر الماضي اعلن برنامج الاغذيه العالمي انه احتمال يوقف المساعدات الانسانيه الواصله او المساعدات الغذائيه اللي المفترض انها توصل للمناطق اللي تحت سيطره الحوثيين بسبب اشكاليات مع الاطراف المتنازعه. نعم. طيب الأمم المتحدة تقول بأنه 14 مليون شخص موجود في اليمن معرضون للجوع بأكبر كارثة إنسانية تضرب اليمن، وأمراض تتفشى، كوليرا. هذه الأرقام وهذه الكارثة الإنسانية التي تتنبأ بها الأمم المتحدة ألا تستدعي تحركا أكبر وأكبر؟ يعني نحن نعلم بأن الوضع في اليمن ليس كباقي الدول، ولكن هناك مؤسسات دولية كبيرة مثل الصليب الأحمر الدولي، مثل الهلال الأحمر القطري، يقدمون دائما مساعدات إنسانية. هل هي كافية برأيك؟ وما هي دعوتك لباقي المؤسسات للتحرك لتدارك هذه المجاعة؟ أول إشكالية زي ما ذكرنا سابقا أنه الدعم هو غير كافي. ثاني إشكالية أنه ما فيش تنسيق مرتبط بهذا الدعم، بالتالي بعض المناطق اللي هي فعلا بحاجة إلى الدعم الإنساني لا يصلها المساعدات، وبعض المناطق أحيانا تحصل على دعم من مختلف الجهات. هذا برأيي مرتبط أيضا بالتنسيق من داخل اليمن، يعني يجب أن يكون هنالك مثل مراكز يعني الإضاءة على أي المناطق هي يجب أن تساعد أكثر وأن تصلها المساعدات. ما هي المشكلة أنه نحن في اليمن هو الحرب مرتبطة بالجانب الإقليمي، بالتالي كل طرف داعم، يعني على سبيل المثال في داعمين من الناس من الأطراف الإقليمية المشاركة بالحرب تدعم مناطق معينة. اليو إن والمنظمات الدولية كل منظمة تحاول تظهر بشكل معين من ناحية الدعم أو من ناحية ما تقدمه لليمن، لكن بالمجمل عدم وجود تنسيق والإشكاليات صعوبة الوصول للمناطق. يعني مثلا أحد الإشكاليات أنه بعض المنظمات بتركز على المجتمع النازح، على النازحين إلى مناطق أخرى، على واللي هم فعلا بحاجة ماسة للمساعدات، ويتجاهل المجتمع المضيف اللي هو برضه بحاجة للمساعدات. لأنه الآن كل بيت، حتى الناس اللي هم المفترض انهم يكونوا ميسورين الحال وعندهم وظائف، بسبب عدم استلام الرواتب، بسبب انهيار العملة، بسبب ارتفاع الأسعار، صاروا محتاجين طبعاً. بالتالي لازم يكون في تنسيق، وهذا جعل الوضع او جعل هذه المساعدات ربما لا تخلق تغييرا فعالا وكبيرا على ارض يعني الواقع. يعني انت لما تشوفي التقارير كميه المساعدات بتحسي انه في ارقام كبيره، لكن بسبب سوء الوضع وبسبب سوء التنسيق وبسبب محدوديه الوصول وبسبب الخلاف السياسي او الدعم الموجه، لا زالت اليمن بحاجه للمساعدات ولا زالت الناس عم بتعاني. صحيح. وهنا لا ننسى طبعا استخدام الاطفال بالصراعات. صحيح. وبالصراع الحاصل باليمن، وأيضا هذه نقطة مهمة جدا. طبعا الأطفال هم أكثر، يعني تقرير اليو إن دي بي الأخير سمى هذا الحرب هي حرب على الأطفال، لأنه خلافا على سوء التغذية، خلافا على الموت بسبب سوء الخدمات الصحية، تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة. أكثر من يعاني من الأطفال بسبب مثلا حرمانهم من الخدمات الأساسية. صحيح. عدم قدرتهم للوصول إلى المدارس والحصول على تعليم جيد. كل هم الأكثر إصابة بالكوليرا أيضا. بالضبط. الأوبئة اللي عم بتصير هي جدا خطيرة، وبسبب قصور أو ضعف الوضع الصحي صارت الأوبئة عم تقتل أطفال أكثر مما تقتل الاشتباكات المسلحة. يعني الباحثة في مركز صنعاء لدراسات الاستراتيجية غيداء الرشيدي، شكرا لك على كل هذه المعلومات، وعلى أمل أن يتحسن الوضع في اليمن ويعيش في يعني حياة يستحقها كل اليمنيين والأطفال فيها. نتمنى ذلك. شكرا لكم. الآن إلى فاصل إعلاني، ومن ثم نعود بعده لنلقي إطلالة. نعم. على تونس. تونس. إلى فاصل. الإعلان. صباح
صباح النور مشاهدينا، صباح النور لإلك يا راوية. صباح النور من جديد هبة. يعني موضوع تنسيق الملابس هو يؤرق كل الفتيات أعتقد في كل أنحاء العالم. صحيح، يعني لا شك بأنه هو خاصة هلأ الآن بفصل الصيف مع الجو الممتع والترفيه، فنحن بحاجة إلى تشكيل أكبر من الملابس، ولكن أحيانا يكون لدينا الكثير من الملابس ولكن تنسيقها مع بعضها واستخدامها بطريقة جديدة يكون عائقا. هل تجدين صعوبة بهذا الموضوع تنسيق الملابس؟ طبعا طبعا كل فتاة تجد صعوبة بهذا الموضوع. حول هذا الموضوع سنتحدث اليوم جميعنا مشاهدينا. نقف أمام الخزانة، خزانة الملابس، حائرين في كيفية تنسيق الثياب أو يعني تنسيق الألوان ربما. صحيح. المساعدة اليوم ستأتي من خبيرة الصورة سينتيا سعد وفقرة لايف ستايل بالعربي. صباح النور، كيفك سينتيا؟ سينتيا، يعني عندما شاهدت هذه الألوان شعرت وكأنه كل الألوان موضة هالسنة رائجة، خبرينا أكثر قبل. هلا الموضه اكيد كثير مهم انه نعرف شو هي. نعم. ونلبس اشياء دارجه. نعم. بس الاهم بعد اهم من هيك كل ست تلبس شو بيلبق لها. نعم صحيح. طيب شو يبرز جسمها وكمان شخصيتها. صحيح، ومن هنا سنتحدث عن الملابس بشكل تفصيلي ربما اكثر. الكثير منا عندما يفتح خزانه الملابس يجد الكثير من الثياب، ولكن التطبيق هو الصعب، التنسيق، تنسيق الالوان، تنسيق القطع يعني ربما على بعضها. شو هي المعايير الاساسيه او الاشياء اللي بتكون سيف او امنه للاشخاص انه اذا نسقوها مع بعض بتكون جميله دائما؟ هيبة ضروري كل ست يكون عندها بأساس خزينتها قطع أساسية. نعم. كألوان وكقصات. القصات يلي بتلبق لها والألوان الرايقة يلي بتلبق لها. نعم نعم. فينا نبلش نفرجي المشاهدين. نعم. إذا بدنا نحكي عن القصات للأشخاص اللي عندهم جسم ضعيف ربما، هاي القصات بهاي. هلا أنا محضرت لكم تشكيلة. نعم يلا خلينا أكثر يلي على الموضة. نعم. مش لقصات كل جسم. نعم. بس بهالألوان فينا نعطي نصايح للأجسام المليانة والأجسام الضعيفة. صحيح. مثلا فينا نبلش بهال البانس. نعم. اللي لونه رايق وفينا نخلطه على كذا شغلة. ضروري بالخزينة كل موسم يكون عنا بلوزات معرقة تلبق على القطع الأساسية. نعم. بالألوان الرايقة. نعم. مثل مثلا هيدا التوب بيلبق بيقدر يلبق على هالبانس. نعم على هالبنطال. نعم صح. مثل ما بيقدر يلبق مع هاللون الخردلي يلي هلا. نعم. كثير على الموضه. ومثل ما مبين لابقين. نعم. هلا كل وحده بدها تعرف شو بيلبق لها. هيدا اللون الخردلي ما بيلبق للكل. نعم. هلا اذا من اصحاب اي بشره هذا الحنطيات اكثر شيء. نعم. هلا اذا لبسوه كبنطلون غير اذا لبسوه على توب كتوب. نعم. إذا بعيد عن وجهون. نعم. بدل يمشي الحال. نعم. هلأ. نعم. هالتوب المعرق بيقدر كمان يلبق على الزيتي. نعم. وحتى مع الأسود. مع الأسود صحيح. نعم. هلأ. نعم. الأسود كتير درجين التنانير الطوال يلي عندهم زيح هيك. نعم. مثل الأكورديون. ايه. بس ما بيلبقوا للكل. نعم. فاللي بتحب تلبسون فيها وبس عندها اوراق فيها تنقي لون غامق، تتنقي الالوان الغامقه لحتى ما يكون في يفصل الجسم. ولكن بالنسبه للقصر وللطول يعني الطويل. نعم. عندي خبر كثير حلو انه. نعم. الطويل بيطول. نعم. في عندي كثير ستات بيشتغل معهم يعني بنسقلهم تيب بيفكروا انه الطويل بيقصر، بيقولوا لي انا قصيره ما في البس. طويل. نعم. هو العكس. أه. الطويله اذا لبستها طويل للارض بدها تبين بعد اطول طويله. نعم. خاصه اذا كان مرتفع يعني خسره 100%. الخسر العالي كمان بيطول. نعم. ورح رد هالتوب لفرجيكم. نعم. كمان مثلا هيك توب. هالتوب كمان بيلبق على زيتي. نعم. على خردلي. نعم.
هو اللي كتير درجين كتير. نعم. إذا بدنا نتحدث عن اللون الأبيض لأنه يغزو الكثير من المحلات التجارية. أكيد. عم نلاقي الكثير من التوب أو التيشيرت الأبيض هو موجود وبنقشات مختلفة أيضا. صحيح. حتى لو كان سادة. خبريني أنا. نعم. هل نقشة ولبقتها مع هل بنطلون. نعم جميل كتير. أه. كتير بيزبطوا عبعد. نعم. وبس كمان بدي أقول شيء كتير مهم إنه الجينز يلي كل ست أكيد عندها جينز فيها تلبس كل شيء عليه. الجينز ما بيعتبر أزرق بيعتبر جينز. نعم. لون يعني لون بيلبق على كل يتقبل شيء. كل الألوان. نعم. فمثل ما شايفين هيك. وأنا بدي فرجيكم طريقة أنا بحبها كتير. تنقول جينز مع حيالة توب رح نقيلكم مثلا هالتوب يلي كتير فيه ألوان. نعم. لنكفي اللوك ما حكيتي حضرتك عن الأبيض. نعم. أنا بحب مثل ما أنا لابسة بحب زيد بليزر أبيض على كل اللوكس. نعم. بالصيفية. لأنه بيكمل اللوك وبطريقة كتير أنيقة وبيعطي شكل رسمي وجميل جدا. بيعطي شكل رسمي وبيكمل يعني. نعم. فيها تشلحه بعدين الست إذا. نعم. شوب. نعم. بس بالقليلة وقتها توصل بيكون اللوك تبعها. نعم. كامل وشيك. نعم جميل جدا. بالنسبة هون أنا عم شاهد أنه في يعني فساتين. لا هولي هيدا في فستان. نعم. حضرت لكم فستان. نعم. أوبرول. نعم. أول شيء لألكم أنه الطويل كتير داريش. نعم. والزياح بالطول اللي. نعم. منسميهم بليتس كتير داريش. نعم. مكسرة. بيطولوا. نعم. مكسر. نعم. بيطول. مكسرة. نعم. وهاللونين كتير درجين. أها. كل طيب شي بالنسبة لهالألوان نحن عم نحكي عن الألوان وعم نحكي عن الجسم كجسم يعني هل القماش المكسر بيتماشى مع سيدات اللي عندهم جسم مليان أو جسم مش ضعيف؟ شرط إنه ما يكون عنده وراك. هي وقتها تقيسها للقطعة بدها تطلع حالها على المراية وتأكد أنه يلي ما بتحبه هي بحالة ما يبين. بدها. نعم. تبرز الأشياء الحلوة. نعم طيب وإذا رفتي. أردنا أنه نضيف لهاي الإطلالة جانب رسمي أكثر بنستطيع أنه نزيد عليها البليزر. نعم. الأبيض يلي أول شيء بيخبي شوي الوراق. نعم. الجاكيت وبذات الوقت بتعطي أناقة. صحيح. للقطعة كل شيء مثل ما قلت لكم كل شيء مللمع ديريج. مش ضروري يكون بس يلبس بالليل يعني المللمع هلا عم يلبسوا بالنهار الكل وكتير كتير حلو. نعم. هلا بطريقة أكتر سبور هيدي التنورة السوداء شوي مللمعة. نعم. بس مش كتير فينا نضيف له وهيدول مهمين كتير التيشيرتات يلي بالألوان الرايقة. نعم. يعني قصدي أنا يلي ما فيها لون. ذهبي بيعتبر بيلبق على كل شيء. نعم. والابيض كمان. أه. بطريقه كثير سهله بيلبق منلبقون على حيلا لوك مثلا. جميل. هيك حتى اذا على ذهبي حلو على اخضر حلو. نعم نعم فكتير. أه. مهم انه بيلبق على كل الالوان عندك بكل. نعم. فصل تيشيرت خاصة الذهبي والفضي يعني أيضا أنه بيتماشى مع الكثير من الألوان إذا. صحيح. كان هو مع أبيض. نعم. يبقى سوري عم أتشيك. الذهبي بيلبق للحنطيين. نعم. يلي بيضة فضل تلبس فضي. أه. أو أسود مثلا مثل ما هالتيشيرت كمان. نعم. مهم يكون عن كل ست عندها إياه بالخزينة كمان بيلبق على كل شيء رح جرب لكم إياه على الأخضر. نعم. انه مزبوط انه تيشيرت ابيض مع اسود ولكن بيتماشى كمان هو بسيط تيشيرت ابيض بس. نعم. وقتها يصير في كتيبه عليه بالاسود بيطلع عنده ستايل اكثر. صحيح صحيح. طيب خبيره الصوره سينتيا سعد بدي اشكرك كثير على هالمعلومات القيمه. شكرا كثير لك. شكرا لك. ومشاهدينا منذ ما يقارب 150 عاما عرف العالم سروال الجينز الذي اشتهر كثيرا في الولايات المتحده وتحديدا بين محدودي الدخل وعمال المناجم والمزارع لكن وراء قصه قماش الجينز تفاصيل سنتعرف عليها مع زميلتنا وهيبه ابو حليس في هذا التقرير. Thank you.
denim started, as we know, as a fabric and as a trousers to work. It was a workwear. But not so many people know that the fabric started to be distributed from Genova in Italy and from Nîmes. That's why some call it denim from Nîmes and some call it blue jeans from the blue of Genova. Then, of course, the Americans started to produce it themselves. And the first machines that were used in America to produce the denim were then sold to the Japanese. The idea to make something as a workwear, of course, and the cotton is the base, and you can decide also the ounces, and in the past, of course, it was quite strong because it was around 13 to 14 ounces the weight of the fabric. Today we are working with completely different weights. It's more light for the daily consumption, of course. And let's say in America, as there was the time of building America, they needed something strong, and that's why also everybody was wearing denim. يعني كنتوا تتحدثون هبة أنت ومنسقة الملابس عن جينز وأهمية نعم. وجوده في أي خزانة وأنه لا يعتبر لون بل هو حاجة أيضا صحيح ويتماشى مع أي قطعة صحيح إذن صحيح دعينا نتحدث عن تعليقات المشاهدين اللي أصبحت تصلنا نعم محمد من السودان يقول بأن المظهر مش أساسي بما أنه نتحدث عن المظهر وأهميته في الانطباع الأول لأنه ممكن يكون خداع نعم سعيد من اليمن ما كتير بهمني المظهر الأول أميرة من العراق تقول بأن المظهر مهم بس لازم ما نتأثر فيه نعم عندنا أليف البكري من اليمن صباح النور لصباح النور نعم شكرا لك المظهر الخارجي أكيد يلفت الانتباه وإن كان في تناسق بين المظهر الخارجي والمحتوى الداخلي يتواصل إعجابي وإن لم يوجد تناسق يصبح الشكل شكل فقط جميل جدا ولا من سوريا تقول لا أبدا مو مهم الشكل بالنهاية هذه أذواق بس جميل جدا أنه عم نسمع هذه التعليقات بأنه مش كتير مهم الشكل بهال الوقت بالذات اللي بتغزو فيه الصورة كل مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت جزء كبير من حكم الأشخاص على الأشخاص الآخرين خاصة بظل وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما ذكرتي وأيضا عمليات التجميل التي والتصنع والتشبه بالآخرين أود الإشارة مشاهدينا بأنه مثل ما وعدناكم في بداية الحلقة بالعناوين بأنه كنا سنتحدث عن الدورة الثانية لمهرجان الدولي للمونودراما من قرطاج الضيف لم يحضر إلى الاستوديو ليكون معنا لم يكون معنا فنعدكم بأنه سيكون ضيفنا في وقت لاحق نعم الآن دعينا نذهب لإطلالة جديدة مع مطبخ الشيف فؤاد وولا أشهر صباح النور مشاهدينا مرة جديدة أهلا وسهلا فيكم هلأ بدنا نحضر وصفة جدا بسيطة ولكن عليها إضافة غريبة وجديدة هذه الوصفة اليوم رح حضرها بطريقة مبسطة أول شيء في عندي الحمص المطحون سلقنا الحمص أكيد وطحناه رح نضيف عليهم الطحينة طبعا عم نعمل الحمص بطحينة ولكن الفرق فيها والجديد هو إضافة مربى التين لهذه الوصفة المربى حينضاف داخل الوصفة لحتى نحصل على نكهة كتير حلوة أول شيء رح ناخد حامض كما شايفين أخذت الحامضة بدي قصها وأعصرها على الحمص المطحون مثل ما شايفين عم ضيف كمية الحامض على الحمص المطحون لحتى بلش أخلطهم مع بعضهم وخلي كمان الحمص يبيض يفتح اللون أكثر خاصة من بعد ما نضيف عليهم نرجع لطحينة طبعا لطحينة يفضل بس نضيفها على يكون موجود عصير حامض لحتى نكون عم نخلي اللون يفتح أكثر طبعا رح نقلبهم رح اخذ رشه صغيره من الملح
وممكن إضافة رشة صغيرة من الكمون الأخضر، وممكن إذا ما حابين نضيف الكمون نضيف رشة صغيرة من الحبق الجاف، كمان بيعطي نكهة كتير مميزة خاصة مع إضافة هالمكونات اللي أنا عم ضيفها كلها مع بعضها. ضفت رشة الملح، رح أقلبهم شوي مع بعضهم، ومن ثم رح أضيف عليهم الطحينة الموجودة عندي اللي هي طحينة السمسم، رح نضيفها ونخلي المكونات تندمج مع بعضها بشكل صحيح. مثل ما شايفين عم نقلب بهالمرحلة، هون صار عندي الحمص عم بيكون عم بيتماسك أكثر، عم بيكون شديد، وهذا الشيء المطلوب عنا بهيدي الوصفة، خاصة لأن حأرجع أضيف عليهم مربى التين. مربى التين حيكون في إضافة من السكر، والسكر وقتها حندمج مع الطحينة والمكونات كلها رح يعطي طراوة أكثر وحتصير مواد سائلة أكثر. مثل ما شايفين أنا شلت حبات التين الكاملة وأخذت الحبات المهروسة وضفت معهم المربى السائل. أنا بهمني هيدي الكمية من المربى اللي هي بتجي المطحونة السائلة، هيدي اللي أنا بدي إياها داخل الوصفة اللي حتعطيني النكهة وتتوزع بقلب الحمص كلهم. رح نضيفها بقلب المزيج ورح أقلبهم مع بعضهم لحتى أخلي كمان الحمص يتوزع، عفوا التين المجفف يتوزع معهم. ممكن إضافة كمية بسيطة من الجوز. كأنه يعني في تناغم مع بعض بين المربى التين وبين الحمص، ربما لأنه معودين أنه بين الطحينة وبين الحلو ممكن أنه يكون في تناغم. صحيح. هلأ ممكن من الأشخاص ممكن كمان استبدال المربى التين بالتين المجفف. كل ما هنالك منجيب التين المجفف ننقعهم بالمي مزبوط قبل بليلة لحتى يطروا ومنضيفهم بقلبه. نعم. بس الفرق ما حنحس بهالطعم الحلوة، أنا مقصد بدي ضيف هيدي الطعم الحلوة تكون موجودة بقلبه. نعم. عندي كمية الحمص الحاب رح ضيفها على الوجه وأخلطهم مع بعضهم هيك لحتى يكون عندي مزيج من الحمص الحاب والحمص بالطحينة مع بعضهم موجودين. هلأ رح ناخد صحن صغير ورجيكم كيف طريقة التقديم فيها. رح ناخد كمية الحمص اللي بدنا إياها، طبعا يفضل ترياح المزيج لوقت لحتى نخلي السكر الموجود بالداخل يتوزع بشكل دقيق. أنا هون عم بحاول خلي حبات التين تكون ظاهرة، رح ضيف على وجهن حبة من التين المجفف عفوا المكبوس مع القطر، وناخد كمية الحمص الحب ونضيفها عليهم. من ثم باخد شوي من الكمون اللي عندي، أو إذا استعملنا الحبق الجاف كمان بيعطي نكهة وشكل مميز. بنرفهم على هيدا الوجه هيدا الشكل، وهيدي طبقنا اليوم، هيدي أطباقنا صارت كلها جاهزة. مثل ما شايفين سلطة المكدوس مع جبنة الفتة والحمص مع مربى التين، هيدي أطباقنا لليوم ونشوفكم إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. وهبة إلى موضوعنا الأخير لليوم، فما هو الفارق بين الصفحات الشخصية وصفحات المعجبين على فيسبوك؟ الجواب لدى الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي علي شحادي في فقرة السوشيال ميديا. صباح النور علي. صباح النور روي. صباح النور هبة. نبعيد نور علي. يعني لا شك بأنه هنالك فرق كبير بين صفحات المعجبين والصفحات العادية على فيسبوك. صح. ما الفرق بين هذا موضوع يعني مبدئي جدا وأساسي جدا في نفس الوقت. اليوم عندما نبدأ حسابا جديدا على فيسبوك نحن بطبيعة الحال نخلق حسابا وصفحة شخصية. أما يعني للشركات أو للشخصيات العامة، فيسبوك أتاح المجال بخلق صفحات عامة أو ما يسمى بالبزنس بيج. هلأ الكثير من الناس يتساءلون عن الفروقات بين الصفحات الشخصية والصفحات العامة التي تستخدمها هذه الشركات والشخصيات المعروفة، وهل نحن بحاجة فقط لصفحة شخصية، يعني هل هذا يكفي أم نحن بحاجة لصفحة عامة؟ هذه أهم سبع فروقات لمساعدتكم بأخذ القرار. أنت عندك صفحة عامة ولا بس صفحة شخصية؟ لدي صفحة عامة ولكن غير مفعلة. أنا مثلك. أنا مثلك. بلكي نتحدث لاحقا عن تفعيل هذه الصفحات بالطريقة الأمثل. فأولا يعني أول فرق، ترتكز الصفحات الشخصية على الصداقات، ومن خلالها بإمكان المستخدم التواصل مع 5000 صديق
لا أكثر. هذا الرقم كبير جدا لمعظمنا، أما للشخصيات العامة فقد يكون رقما صغيرا جدا. لذلك تسمح الصفحات العامة بالحصول على عدد غير محدود من المتابعين. ملايين. الملايين يعني عدد غير محدود، في صفحات عندها المئات من الملايين من المتابعين. ثانيا يعني للتواصل مع الصفحات الشخصية، على كل شخص إرسال طلب صداقة، قد تتم الموافقة عليه أو قد يتم رفض هذا الطلب. أما بالنسبة للصفحات أو للصفحات العامة فبإمكان أي شخص متابعة الصفحة دون التقديم بأي طلب، يعني لا خصوصية في الصفحات العامة بشكل عام. وهو الموضوع الذي لديه حسناته ولديه سيئاته. أكيد، هل هي عادة تستخدم للإعلان، فعادة الخصوصية هو أمر يعني غير يتطرق له. نعم. ثالثا، تسمح الصفحات العامة باستخدام الإعلانات المدفوعة بهدف نشر المحتوى وجذب المتابعين. هذه الخاصية غير متاحة حتى الآن للصفحات الشخصية. رابعا، يستطيع أصحاب الصفحات العامة معرفة الكثير من المعلومات حول المتابعين وحول فعاليات المنشورات، فعاليات منشورات الصفحة. يتم ذلك عبر ما يسمى بصفحة الرؤى أو Insights، اللي هي صفحة الإحصاءات في الفيسبوك. هذه الخاصية من خلالها يمكننا مثلا معرفة البلدان الأكثر تفاعلا مع صفحتنا أو أعمار المتابعين أو عدد الأشخاص الذين شاهدوا منشورا معينا. خامسا، للصفحات الشخصية تصميم موحد، أما الصفحات العامة فتسمح لأصحابها باختيار من بين تصاميم مختلفة تتناسب مع طبيعة عملهم. سادسا، في الوقت الذي لا يستطيع التحكم بالصفحة الشخصية سوى صاحب الصفحة، يعني نحن نتحكم بصفحتنا، تسمح الصفحات العامة بتعيين مدراء للصفحة. صحيح. مما يسهل عملية إدارة الصفحات الكبيرة وصفحات الشركات. سابعا وأخيرا، يعني ضمن هذه اللائحة أكيد في فروقات أكثر، على عكس الصفحات الخاصة تسمح الصفحات العامة بجدولة المنشورات ليتم نشرها في وقت لاحق. يعني هذا يساعد على عندما يكون لدينا العشرات من المنشورات يعني يمكننا جدولتها لوقت لاحق. جميل جدا. طيب، ما هي الأخطاء التي ترتكب برأيك بإدارة الصفحات العامة لو سمحت بدقيقة؟ يعني أكبر خطأ ممكن أن يقترف في إدارة الصفحات الكبيرة هي عدم التفاعل مع الجمهور الذي نتحدث إليه. يعني استخدام الصفحة كالتلفاز مثلا، يعني وسيلة تواصل من جهة واحدة. لا، علينا استخدام هذه الصفحة للتواصل مع الأشخاص. هي أساسا مواقع للتواصل 100%. يعني الصفحات التي فقط تضع المنشورات ولا تتواصل مع المعجبين تكون عادة صفحات ضعيفة جدا. نعم. إذن علي شحادي الخبير في موقع التواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مؤخرا. شكرا جزيلا. شكرا لك علي على هذه المعلومات. شكرا لكم على الاستماع. شكرا لك راوية أيضا على مشاركة اليوم للحلقة. مشاركة بعضنا هي دائما ختام المختص في أمين بن حمزة. صحيح. إذن شكرا لكم مشاهدينا أيضا على متابعتنا لساعتين من بيروت. نراكم غدا. نراكم غدا بإذن الله. وإلى اللقاء.